بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير. إن شاء الله في الجزء الأول من هذه الحلقة النجم الكبير كابتن أحمد فوزي في ضيافتنا هنا في البيت الكبير. أما في الجزء الثاني الأستاذ محمود شوقي والأستاذ عبد الحكيم أبو علم، وهنتكلم في موضوعات مهمة كثيرة. لازم أبدأ حلقة النهاردة الحقيقة بالحدث الأهم والأبرز خلال هذا اليوم رياضيا طبعا، هو زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك وتلبية الدعوة اللي تلقاها النادي الأهلي من مجلس إدارة نادي الزمالك في فترة سابقة. الحقيقة إذا كنا هنتكلم في هذا الأمر فهو مشهد أكثر من رائع. أنا هعتبر النهاردة هو يوم من الأيام التاريخية في كرة أو في الرياضة المصرية، وزي ما قال كابتن خطيب في كلمته النهاردة، اللي بيحصل النهاردة هو أمر طبيعي. احنا خلال الفترة اللي فاتت كنا عارفين ان هناك زيارة سوف يتم او هتحصل خلال الأيام اللي جاية، ولكن الحمد لله الزيارة حصلت النهاردة وكان هناك اهتمام كبير جدا 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 من كل وسائل الإعلام ومن كل المهتمين بالرياضة. مشهد عظيم الحقيقة، لأنه ترسيخ للتعاون بين أكبر ناديين في الوطن العربي وإفريقي. علاقة النادي الأهلي والزمالك علاقة كبيرة وراسخة على مر السنين. تواجد مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة بالكامل باستثناء طبعا الله يرحمه الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، اللي كان أو هقول لحضراتكم اللفتة اللي حصلت النهاردة أيضا في هذا الأمر. ترحيب شديد من كل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، أمر عظيم. الحقيقة اليوم النهاردة بالنسبة لي هو يوم يدعو للفخر. لما اجي اتكلم مع اولادي، انا اولادي كبروا شويه دلوقتي، لكن لما اجي اتكلم معاهم بعد كده هقول لهم ان انا حضرت هذا اليوم. ليه انا بقول هذا الكلام؟ انا بقول هذا الكلام لاني حضرت ايام سيئه مش عايز اتكلم عنها، ومش عايز اتكلم في هذه الامور مره تانية. وكل ما اتمناه، كل ما اتمناه ان احنا نفضل بهذا الشكل الرائع وبهذه الصوره الجميله ما بين واحد من أعظم لاعبي كرة القدم في مصر، وواحد من أعظم من وجهة نظري ومن وجهة نظر كتير من الأهلوية، من أكتر ومن أفضل ومن أعظم الإداريين في مصر كابتن محمود الخطيب، وواحد أعتقد أنه هو في طريقه لأن يكون الأفضل في نادي الزمالك. دي حاجة ما تخصنيش، مش عايز أتكلم عنها كتير، ولكن طبعا نادي الزمالك عنده أساطير كبيرة جدا مسكوا رئاسة نادي الزمالك، زي ما النادي الأهلي عنده أساطير كبيرة جدا مسكوا النادي الأهلي. ولكن أنا هنا بتكلم عن اللي أنا شايفه قدامي، اللي حضراتكم شايفينه. عشان كده أنا هدعو أو هقول لأولادي دايما أن النهاردة كان يوم تاريخي في الرياضة في مصر، لأنه الفترة السابقة كان هناك الكثير والكثير بيحاول أن يزرع الفتن من أو ما بين الناديين الكبيرين. أنا الحقيقة والله جوايا كتير قوي عايز أقوله، ولكن لأن حضرت حاجات كتيرة كتيرة جدا جدا جدا، والمنظر اللي قدامي ده بيخليني أبقى مبسوط وسعيد إن أنا ألاقي حسام غالي، كابتن حسام غالي، وكابتن أستاذ محمد الجالح، ودكتور محمد سراج، ومية عاطف، أستاذة مية، كابتن مية عاطف، وكل الكباتن اللي موجودين، وكل الأساتذة اللي موجودين، أستاذ طارق أنديل، أستاذ دكتور محمد شوقي، وكل الناس اللي موجودة. الحقيقة بيدعو أو بيخليني أبقى سعيد جدا جدا باللي بيحصل، لأنه أنا في النهاية رجل مصري رياضي أهلاوي، بحب النادي الأهلي وبحب نادي الزمالك بالمناسبة. ما عنديش أي مشكلة، مش أنا لوحدي، أنا وكل جمهور النادي الأهلي ما عندناش مشكلة مع نادي الزمالك إطلاقا، ولكن كان عندنا مشكلة مع الأشخاص اللي موجودين ويمثلوا هذا الكيان العظيم في وقت من الأوقات. دكتور كمال درويش، هذا الشخص العظيم وواحد من الأسماء الكبيرة جدا جدا في عالم الرياضة في مصر، دكتور كمال درويش كان في وقت من الأوقات رئيسا لنادي الزمالك، وكان هناك تنافس شديد وكبير ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، ولكن عمرنا ما سمعنا دكتور كمال درويش بيتكلم عن النادي الأهلي بشكل مش جيد، ولكن كان بيحب النادي أفضل حاجة. نفس الكلام النهاردة كابتن محمود الخطيب، وأنا هنا هقول سر ما بيني وما بين هذا الرجل المحترم كابتن محمود الخطيب. أوقات ما كانت الأمور صعبة وكان الغير طبيعي البعض بيحاول يخليه طبيعي، يعني لما تبقى الشتيمة والغلط في
الأشخاص ده يبقى الطبيعي، أو كان بيحاول البعض يخليه الطبيعي. كان الكابتن محمود الخطيب الراجل اللي أمام حضراتكم ده كان بيجي، ما كنت بك يا كابتن إحنا عايزين نرد، عايزين نقول، يقول لي يا إسلام النادي الأهلي وجمهوره أكبر من كل هذه الأمور. أقول له يا كابتن ده حضرتك، يقول لي النادي الأهلي أكبر مني. أنا هنا كابتن خطيب مش بيعمل كده علشان ده بيني وبينه، دي حاجة بيني وبينه. فلما كابتن خطيب بيعمل كده مش بيعمل كده عشان يعني، لا، كابتن خطيب بيعمل كده عشان يعلمني، عشان أطلع أعلم شباب تانيين كيفية الإدارة في النادي الأهلي، وإن الحق دايما دايما هينتصر مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف. والله العظيم ثلاثة، أنا لا أشمت في أحد ولا أتكلم عن أحد، ولكن أنا بتكلم عن ظروف. عشان كده بقول لحضراتكم المنظر اللي أنا شايفه قدامي ده منظر تاريخي وكبير جدا 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 ما بين رئيس النادي الأهلي ورئيس نادي الزمالك. بيعلموا الأجيال اللي جاية، بيعلموا الأجيال اللي جاية، وهي دي اللقطة اللي قالها كابتن محمود النهاردة لما نسمع الكلمة، إنه الأجيال اللي جاية تبقى طالعة على أن هناك احترام كبير ما بين الناديين الكبيرين، احترام كبير، ايدينا في ايدين بعض، ايدين كابتن محمود خطيب والكابتن حسين لبيب ايديهم في ايدين بعض بكل المجلس هنا وبكل المجلس هنا، ولكن التنافس يظل كبير في الملعب، في كل الملاعب، في الهاندبول والسله والطايره. انا عايز اكسب كل الملاعب وعايز اخد كل الصفقات من نادي الزمالك، ولكن بالاحترام والادب والاخلاق، ده اللي احنا اتعلمناه. احنا لما كنا بنتكلم وبنرد، كنا بنتكلم وبنرد في اطار النادي الاهلي وفي اطار الاحترام اللي موجود داخل النادي الاهلي. عشان كده انا بقول لحضراتكم بالنسبه لي هي زياره تاريخيه، ومش بالنسبه لي انا بس، بالنسبه للكثير والكثير من جمهور النادي الاهلي اللي عاصر الفترات السابقه وما كان يحدث، ومحاوله البعض ان هو يخلي الغير طبيعي طبيعي. لكن باحترام كابتن محمود الخطيب وباسلوبه او باسلوب ادارته، لما هنا بتكلم على كابتن خطيب بتكلم عن مجلس اداره، وباسلوب ادارته وباحترام كابتن حسين لبيب وباسلوب ادارته، اصبح عندنا الطبيعي، الحاجه الطبيعيه، التنافس داخل الملعب موجود وهيفضل موجود، ولكن الاحترام اللي احنا شايفينه والادب والاحترام ما بين الناديين الكبيرين هو ده الطبيعي يا جماعه. بالمناسبه مش عايزين اكتر من كده، عايزين في كره القدم رابطة الأندية خدت قرار مع الجهات المختصة أن يزيد عدد الجمهور من كذا ل20,000، من 5,000 ل20,000. الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده بيساعد على زيادة أعداد الجماهير خلال الفترة اللي جاية، لأنه التعصب هيقل جدا والفتنة هتقل. وبالمناسبة أنا آسف هقول كلمتين كده في النص، هناك البعض لا يريد أن يرى هذا المنظر، هناك البعض هيحاول خلال الفترات القادمة يبوظوا هذا المنظر اللي أمام حضراتكم، منظر رئيس النادي الأهلي وهو يدخل نادي الزمالك وبكل احترام وبكل أدب واستقبال مهيب وكبير من مجلس إدارة نادي الزمالك. اللي أنا بتكلم عليهم وهيبوظوا، خلي بالكم منهم، خلي بالكم منهم، خلي بالكم لما يطلع. ما هو في ناس عايشة في التلفزيونات وفي الإعلام على حاجة واحدة، على العلاقة، أو إن تظل أو كان من المفترض أن تظل العلاقة سيئة ما بين القطبين، فيطلع ده يشتم في ده، فيطلع ده ياخد من ده، ويطلع الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. فالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده هيخلي ناس كتيرة جدا مهرجين وبيضحكونا وناس تانية غيرهم هيخلوهم يبطلوا بقى، مش هيعملوا. طب هيعيشوا إزاي؟ هتتفرجوا عليهم ليه؟ مش هتعرفوا تتفرجوا عليهم بقى، لأنه خلاص الأمور أصبحت واضحة للجميع. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم هذه الزيارة لقطة تاريخية، أو زيارة تاريخية. لقطات أو من اللقطات اللي النهاردة كانت رائعة هو حرص مجلس إدارة الناديين على الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك كان حريص أيضا على تقديم درع تذكاري يحمل اسم العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الراحل للكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. أيضا في لفتة طيبة
قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتخصيص مقعد للوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على جانب بجانب الكابتن محمود الخطيب، ودي الديه الحداد زي ما حضراتكم شايفين، وتم وضع باقة من الورود على الكرسي تكريما لذكرى نائب رئيس النادي الأهلي الوزير العمري فاروق. من اللقطات ده الدرع اللي بقول لحضراتكم عليه، وتبادل الدروع ما بين رئيس النادي الأهلي ورئيس نادي الزمالك. من اللقطات المهمة أيضا عفوا هي وصول الكابتن خطيب واستقبال راقي لمجلس إدارة النادي الأهلي، هتافات الجماهير البيضاء اللي موجودة حوالين النادي الزمالك أو جوه نادي الزمالك، بيبو بيبو بيبو، الحاجة اللي احنا بنحبها دايما من قلب نادي الزمالك ومن قلب ميت سمعنا يا سمير. اللقطة اللي حضراتكم شايفينها دي إعلان واضح وصريح بإعلاء الروح الرياضية وتقديرا للقلعة الحمراء. هو هنا بينده على كابتن خطيب باسمه وتاريخه وكل حاجة، ولكن بينده على اسم وتاريخ وأسطورة ورئيس النادي الأهلي الحقيقة اللي هو يمثل النادي الأهلي. فأنا سعيد جدا النهاردة، من الأيام الحلوة جدا في حياتي اللي بيتفرج على من أول اليوم لغاية لما مجلس إدارة النادي الأهلي مشي، هتبقى سعيد جدا جدا ومبسوط، وتعرف إن احنا عندنا خلال الفترة اللي جاية أيام حلوة جدا، أيام حلوة جدا من كل النواحي. ولكن هتعرف أيضا شيء واحد فقط، أن بالفعل الرياضة ستظل دائما الرياضة أخلاق، الرياضة هتفضل دايما الرياضة أخلاق. خلونا نطلع نسمع كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وماذا قال، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. النادي الأهلي والزمالك مش النهارده، النادي الأهلي والزمالك بالدليل حاجة الناديين قبل أكثر من 100 سنة فاتت. يا رب من وجهة نظرنا، من وجهة نظري يمثل العنوان الرئيسي للرياضه المصريه، مش بس كره القدم، كل الحاجات. وجود مجلس اداره النادي الاهلي النهارده في مقر النادي الزمالك، ما هو الا حقه من الحركات اللي بداتها اجيال عظيمه سبقتنا كلنا، وساهمت في بناء العلاقه دي وحافظت وحافظت عليها على مدار السنوات اللي فاتت. يعني ايه مشروعية النهارده؟ كان اساتذتنا اخبارنا اجيالنا العظيمه اللي فاتت بدون ذكر اسماء وابتدت علاقه قريبه ايمانا منهم ان دي هي الرياضه المصريه. الاهلي والزمالك كوباية الرياضه المصريه، مش هما بس، كتير من كل الانديه المصريه المشاركه معانا في كل المسابقات. التاريخ الرياضي شاهد على مواقف كتيرة جدا. مواقف كتيرة جدا بين الأهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية. الكلام ده يا جماعة حصل على مر كل الأجيال كان متعاقب علينا، إحنا جيل الأهلي. الأجيال استخدموا كلها. مفيش احترام متبادل. لازم الناس تعرف احنا بنلعب رياضه وبنتنافس منافسه شريفه، وده شيء طبيعي. كل نادي من حقه المشروع انه يحاول يكسب، لكن المكسب يا جماعه الحقيقي، المكسب الحقيقي ان احنا الاول لازم ندور على مصالح بلدنا، مصرنا الحبيبه يعني. ولازم التعصب ده احنا لدينا ان احنا تصرفاتنا وقراراتنا ازاي التعصب ده ليه، ولازم نحافظ على الروح الرياضيه بين جماهير الكره المصريه وخاصه طبعا جماهير الاهلي والزمالك. من هنا بقى انا بدعو جماهير الاهلي وجماهير الزمالك
ومن كل الجماهير المصريه والاعلام الرياضي وكل الصحفيين في كل الجماهير والاعلام الرياضي. يا جماعه لازم نخلي مصالح مصر هي اللي في وش هي اللي في قدامنا واهم كل شيء. كلنا عارفين ان بلدنا تخوض تحديات كبيره بقالها فتره وما زالت. بلدنا محتاجه تكاتف كل الكيانات الكبيره زي الاهلي والزمالك وكل المؤسسات الوطنيه سواء كانت رياضيه او غير رياضيه. لازم كلها تكون ايد واحده وماشيين في خط واحد. دي مصلحه بلدنا وكلنا ثقه في الدوله وقيادتها طبعا على صالح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مره ثانيه نشكر مجلس اداره نادي الزمالك على الدعوه الكريمه ونشكره على الاستقبال ونهنيه على صفه الجمعيه العموميه وندعوه ان شاء الله لزياره النادي الاهلي في وقت يعني يكون متفق عليه. مش عايز كمان انسى الحقيقه شكر كل الاخوان الاعلاميين والصحفيين اللي جابوا معانا النهارده. في النهايه بشكر حضراتكم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقدم لحسن شحاته روح رياضيه حقه الخطيب نجم مصر بياخد حسن شحاته نجم مصر وبيتقدم لجمهور النادي الاهلي وبيتجه سويا الى جمهور نادي الزمالك. دي الروح الرياضيه اللي احنا عاوزينها تسود ملاعبنا عشان نسعد بابطالنا. اللي حضراتكم شفتوه ده الاهلي والزمالك. اللي حضراتكم شفتوه ده كان سنه من فتره طويله جدا جدا وكانت الشكل الطبيعي ان كابتن محمود الخطيب نفسه عندما كان لاعبا وعندما كان رئيسا او عندما او لما بيكون رئيس نادي عمل ايه وعندما كان لاعبا ماذا فعل. هو ده كابتن محمود الخطيب بالمناسبه اللي انا عايز اقول عن الكابتن خطيب حاجات كتيره جدا ولكن عشان لانه الحقيقه ظلم كبير جدا خلال الفتره السابقه ولكن ومجلس اداره النادي الاهلي بالكامل. انا هنا بتكلم عن مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل ولكن في النهايه الحمد لله الامور كلها انتهت. الحمد لله الامور عادت لطبيعتها. الامور عادت للطبيعه او للشكل اللي احنا الطبيعي اللي احنا بنمشي بيه. ان ترى هذا الشكل الرائع كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته ماسكين ايديهم في ايدين بعض ورايحين لجمهور الاهلي وبيسقفوا له وبعدين راحوا لجمهور الزمالك وبيسقفوا له هذا هو الطبيعي. ان ترى كابتن محمود الخطيب وهو اهو زي ما حضراتكم شايفين تعالى يا كابتن حسن وراحوا لجمهور النادي الاهلي وبعد ما راحوا لجمهور النادي الاهلي وسقفوا لهم واحنا اهلي وزمالك مع بعض خدوا الاثنين ايد بعض كابتن حسن خد ايد كابتن خطيب وراحوا على جمهور الزمالك وحيوا جمهور نادي الزمالك وحياهم جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك. هذا هو الشكل الطبيعي لكره القدم والرياضه. في الجانب الاخر او بعد شوف كام سنه عدوا بقى من وقت هذه المباراه لغايه دلوقتي كام سنه وبيعود مره اخرى كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته وكابتن حسين لبيب ومجلس ادارته ويلتقي. طبعا كابتن حسين هنا بيمثل نادي الزمالك ساعتها كان الكابتن حسن شحاته بيمثل نادي الزمالك في الملعب. فبعد عدد سنين كبيره جدا جدا نجد ان الطبيعي بيرجع مره تانية وبتبقى الامور بهذا الشكل اللي حضراتكم شايفينه. الرياضه ستظل دايما زي ما كابتن خطيب قال مسؤوليه واخلاق. كابتن محمود بيؤكد أن التنافس سيظل موجودا ولكن باحترام. كابتن حسين لبيب أيضا بعد كلمة كابتن خطيب أكد على اعتزازه وتقديره الشديد لدعوة كابتن خطيب. بعد كده طبعا كابتن خطيب قبل ما ينهي كلمته قال ان هو يعني ان شاء الله يبقى مجلس بيدعو مجلس اداره نادي الزمالك للتواجد في النادي الاهلي. وكابتن حسين لبيب ايضا قال ان العلاقات الوطيده ما بين الناديين علاقات كبيره جدا وستظل دائما كبيره ما بين الناديين. خلينا نطلع نشوف ايضا ماذا قال كابتن حسين لبيب ونرجع نكمل مع حضراتكم. احنا فتره مش كانت بسيطه
بسيطة، كان في فترة معينة يمكن كان في صراعات، وإحنا لا يعني نادي الزمالك ليس له أي صالح بهذه الصراعات، إحنا كل اللي فيه إن إحنا منافسة شريفة مع النادي الأهلي، ونتمنى أن نطبق ذلك. يعني إحنا أنا واحد من الناس اللي لما كان منتخب مصر كنت بتمرن داخل النادي الأهلي، وكان الكابتن خالد مرتجي بيتمرن معانا، يعني كلنا إخوة يا جماعة، وأيام المنتخبات كلنا بنطلع مع بعض السفريات ونقعد مع بعض. إحنا عايزين نرجع هذه الروح تاني مرة أخرى، كان في وقت كده عايزين كلنا ننسى هذا الوقت ده تماما بالنسبة لنا وبالنسبة للجماهير بتاعت الناديين. الناديين اللي هما بنسميهم وكل الإعلام بنسميهم قطبي الرياضة المصرية. قطبي الرياضة المصرية دول يبقى المنافسة بينهم شريفة، وكل واحد ينتمي للنادي ويدافع عن حقوق النادي، بس في نفس الوقت يبقى بالإيجاب بصورة إيجابية وليس بصورة سلبية. يا بابا الإيطالية بنعمل يوم عليه ما يسمى تحفيز، سيبنا من الكلام ده خالص، خلينا طبيعيين زي عوائلنا، كل واحد يشجع النادي براحته خالص ويدافع عن النادي براحته خالص، بس يلتزم حدود الأدب، لأن أساس الرياضة أساسا أخلاق فعلا قبل ما يكون أدب. دي يعني جملة متهيألي ده جملة اللي بنقول نعيها ونحافظ عليها ونعمل عليها. دلوقتي أنا برضو يعني تواجدكم هنا كمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود القصير، وإن شاء الله أول فرصة إحنا برضو يشرفنا إن إحنا نيجي لحضراتكم، وده برضو شيء إيجابي جدا جدا. أي وقت الكابتن محمود المجلس كله نيجي لزيارة حضراتكم، وهنسعى فيها إن شاء الله، وعايزين الإمارات تبقى مستمرة على طول. اللي عايز يقول معاك كده بعد إذن بنفتح صفحة جديدة مع كل الناس سواء الإعلام بجميع أنواعه. إحنا النهاردة الغاية ما يسمى الصورة الذهنية لنادي الزمالك بترجع تاني ودائما زي الصورة لكل الناس اللي معتادة عليها، فبنطلب بعض من الإعلام إن هو يقف بجانب نادي الزمالك وبجانب النادي الأهلي ونوع من المواد والمنافسة الشريفة، وما يبقاش فيه أي حاجات من اللي كانت بتحصل على كده. وأنا متخيل إن الإعلام له دور كبير جدا في الجملة اللي أنا قلتها. النمرة دي برضو يعني علاقتنا إن شاء الله مع جميع الأندية على رأس النادي الأهلي سوف تظل في حالة جيدة طول ما كل واحد يمشي مع النادي ويدافع عن النادي ويدافع عن حقوق النادي بدون اي اتهام للاخر، ان من حق كل واحد فينا ان هو يشتغل للنادي على اكمل وجه، وده فعلا يشرفنا ان احنا نكون من ضمن هذه المنظومه. وانا بتشرف ان انا برؤس ناس افاضل ومجلس اداره نادي الزمالك كلهم نفس اللي انا بقوله ده كلنا متفقين عليه من اول يوم، فبشكرهم على المجهود اللي ادوه خلال ال 100 يوم السابقه فعلا، ويمكن الحمد لله قدرنا كلنا مجهود زملائي اكتر من اي حد تاني ان احنا نغير من الصور الذهنيه اللي كانت منتهت على نادي الزمالك، وده بجد يعني مساعدنا جدا جدا. اخيرا يعني برحب بكل الحضور من اولهم لاخرهم، وفعلا كان ينقصنا الوزير العمري فاروق، واحنا يعني انا واحد من الناس كنت عايزه جدا ومقتنع ان هو فعلا عمل حاجات كتير للرياضه المصريه في النادي الاهلي، ولا يمكن اي حد انه ينكر ذلك. فيعني بجد برضه يعني كان يشرفنا بكل الزملاء يعني رحمه ربنا عليه. شكرا جزيلا. والله الواحد وهو قاعد بيتفرج بيتفرج بانبساط وبانبهار وبفخر، لانه حدث بالفعل يظل دائما حدث تاريخي، ولسه مع هذه الاجواء العظيمه الواحد النهارده عايز الحلقه كلها نتكلم فيها عن هذه الاجواء العظيمه الحقيقه اللي اعتقد هيكون ليها مردود ايجابي ومردود عظيم على الرياضه المصريه. معنى ان يكون رئيس نادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك قاعدين مع بعض وبيعلموا الشباب
كل الاهلاويه عندنا 70 80 مليون اهلاوي، كابتن محمود الخطيب بيعتبر مثلهم الاعلى، الناحيه الثانيه في نادي الزمالك نفس الكلام، مجموعه من او كبيره من المشجعين موجودين وبيحبوا نادي الزمالك، اعتقد ان هم برضو شايفين ان الكابتن حسين لبيب واحد من الناس اللي عاملين شكل جيد جدا جدا في نادي الزمالك. اتمنى يا رب ان تظل هذه الصوره دائما هي اللي موجوده امام اعين الشباب او الاجيال القادمه، الاجيال القادمه يكون فيها الشكل اللي احنا شايفينه هو الاساس، هو دي اهم حاجه، ان يكون الشكل زي ما حضراتكم شايفين بهذا الاحترام وبهذا الادب وبهذه الاخلاق اللي احنا دايما او نتمنى دايما نشوفها خلال الايام القادمه. وزي ما قلت لحضراتكم سنه 1983 كان هناك لقاء ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. كابتن خطيب مسك ايد كابتن حسن وراحوا للجمهورين، وده الطبيعي بالمناسبه. سنه 2024 هذه اللقطه اللي امام حضراتكم دي كانت سنه 1983. من 1983 الاحترام متبادل دائما وبشكل كبير جدا جدا ما بين الناديين الكبيرين. في 2024 نفس الشكل، كابتن محمود الخطيب بيدخل نادي الزمالك بشكل محترم وبشكل رائع، واستقبال اكتر من رائع من مجلس اداره نادي الزمالك. ليه انا بتك على هذه الامور وكل شويه بكررها وكل شويه بعيدها؟ لانه قعدنا 10 سنين الحقيقه ولا اقل شويه او اكتر شويه في امور غير طبيعيه، ولكن دائما الحق ينتصر، دائما ما تكون او تعود الامور دائما الى مجراها الطبيعي اللي حضراتكم شايفينه، والاحترام والادب والاخلاق هو دايما اللي بيكسب. خلونا نطلع نشوف لقاء مع الاستاذ هاني شكري عضو مجلس اداره نادي الزمالك وماذا قال عن هذه الزياره التاريخيه. كل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور نادي الاهلي ونادي الزمالك، لان النهارده الحقيقه يوم عظيم ويوم تاريخي، يعني كره القدم والالعاب الاخرى والالعاب الجماعيه في قطبي الكره المصريه ما بتكتملش الا بهذا الظهور الجيد جدا والجميل جدا. النادي الاهلي هنا في ضيافه نادي الزمالك. استاذ هاني شكري طبعا عضو مجلس الاداره، بنرحب بيك في البدايه، سعداء بتلبيه الدعوه بالنسبه للنادي الاهلي ومن طلب الدعوه الاول كالعاده من نادي الزمالك. علاقات تاريخيه بتؤسس على اسس كبيره جدا، النهارده يوم عظيم الحقيقه، احتفاء كبير جدا، اجواء اليوم وكواليسه، وشايف النهارده زياره الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته نادي الزمالك ازاي؟ اولا تحياتي لجمهور الاهلي ومشاهدين قناه النادي الاهلي، وده الطبيعي زي ما اتقال، علاقه ما بين الزمالك والاهلي ممتده بقى لها اكثر من 100 سنه، وده الطبيعي ما بين الناديين كاداره وجمهور ومشجعين، فده الطبيعي. اللي كان بيحصل ده مش الطبيعي. فانا سعيد جدا بزياره وتشريف مجلس اداره النادي الاهلي النهارده لينا، وده لصالح الرياضه المصريه كلها لما يبقى فيه تفاهم وتعاون ما بين اكبر ناديين في الشرق الاوسط وافريقيا، ده هيعود بالنفع على الرياضه المصريه كلها. تحياتي مره اخرى لقناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي اللي شرفنا النهارده. ملف الاعلام ملف مهم جدا، ويمكن بيسبب عبء كبير جدا على اي حد، ويمكن الحقيقه كمان مكلف بهذا الملف اعلاميا. الرساله دي مردود هيبقى عامل ازاي بخبره هاني بيه؟ طبعا حطنا في الاجواء دي، اللي دي مهمه جدا توصل للجمهور. عايز اقول لك انه ملف الاعلام احنا ابتدينا نشتغل فيه، والحقيقه لسه نتائجه يعني في فتره قريبه ان شاء الله تبان. الاعلام ليه دور كبير جدا انه يهدي ما بين الجمهورين والتعصب اللي مالوش وجود، زي ما حضرتك شفت النهارده اعضاء مجلس اداره اصحاب ناديين، يعني صحاب ومعارف من بره حتى الوسط الرياضي، وما عندناش اي مشكله مع بعض، وبالعكس يعني احنا بننبسط نقعد مع بعض. الجمهور لازم يعرف انه الرياضه هي اخلاق في الاول والاخر، والمنافسه ما فيش مشكله، كلنا نتنافس ونحب ناديينا يعني، انما في اطار من الاحترام والاخلاق، ده ما ننساش القصه دي. ما فيش نهضه رياضه بتبني على التعصب، وانا اعتقد انه بعد الزياره دي مردودها على الرياضه المصريه كلها هيبقى بوزيتيف ان شاء الله. يوم تاريخي وحدث مهم جدا، وهي دي الرياضه، وزي ما حضراتكم بتسمعوا من الاستاذ هاني شكري او من الكابتن حسين لبيب او من الكابتن هشام نصر، من الجميع الحقيقه هتجد ان الكلمه واحده، هي ان الرياضه اخلاق
وان ان شاء الله دائما الطبيعي هو اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. طيب هل اللي حضراتكم شايفينه ده معناه ان احنا مش هنرد على حد؟ هل ده معناه ان احنا في الصفقات مثلا؟ لا، هتلاقي كل نادي وكل مجلس اداره نادي عايز يعمل الافضل لناديه من وجهه نظره. خلي بال حضراتكم برضو الطبيعي يا جماعه ان تبقى الحياه حلوه والاحترام متبادل وكل حاجه، ولكن انا من وجه انا كمجلس اداره مثلا من وجهه نظري ان انا اخد الصفقه دي مهما كان النادي اللي داخل قدامي، والنادي الزمالك مثلا من وجهه نظره ان هم ياخدوا الصفقه دي مهما كانت هو ده اللي هيحصل يا جماعه عشان تبقوا حضراتكم عارفين. بس ليس معنى الاحترام والادب والود والحاجات دي كلها ان واحد يسيب لواحد حاجه لان في ناس كتيره بتسالني الاسئله دي، والاسئله دي هي اسئله وجوديه. يعني ايه اسئله وجوديه؟ يعني مش محتاجه ان انا اقولها لانها الطبيعي اللي هيحصل. خلاص يا جماعه احنا الدنيا رجعت لشكلها الطبيعي او للحياه الطبيعيه، ان الاحترام متبادل ما بين الناديين الكبيرين وعلاقات الود وكل حاجة حلوة ما بينهم ومن بعض، ولكن كل مجلس إدارة بيتخذ قراراته بناء على قناعاته وقناعات جماهيره وقناعات الكلام ده، وهذا هو هذا هو الصح، وهذا هو اللي هيفضل ماشي دايما خلال الفترات القادمة في كل الألعاب. في كل الألعاب احنا عايزين النادي الأهلي دايما يبقى هو الأفضل في كل شيء والأحسن في كل شيء. نادي الزمالك بيفكروا بهذا الشكل طبعا. فأنا بس حبيت أقول الكلمتين دول عشان برضو ناس كتيرة قوي عمالة تبعت لي وتسألني طول النهار النهاردة إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل الطبيعي. نروح لفقرة أو الفقرة الطبيعية، فقرة حائط صد. بخصوص المشهد برضو، بما أننا بنتكلم عن مشهد تاريخي حصل النهاردة والعلاقات القوية ما بين مجلس إدارة الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك، أنا الحقيقة استوقفني كلام كابتن جمال عبد الحميد أحد نجوم الكبار في النادي الأهلي ونادي الزمالك ومنتخب مصر. كابتن جمال طلع اتكلم وقال يعني إن هو كان أو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق كان دعا مجلس إدارة النادي الأهلي إن هو يتواجد في نادي الزمالك، على الرغم إن هو كان سبب من الأسباب أو كان واحد من الناس اللي كانت موافقة على اللي بيحصل، وهو عارف اللي بيحصل وحضراتكم عارفينه والناس كلها. ولكن هل ينفع أن أنا كرب أسرة مثلا أقعد أشتم فيك أشتم فيك أشتم فيك أشتم فيك أشتم فيك أشتم فيك وبعدين في الآخر أجي أقول لك أو واحد من ولادي يطلع يقول لك تعالى اتفضل عندي؟ هل في منطق في الدنيا يقول ان انا اقبل دعوتك وانت بتشتمني ليل نهار؟ على الرغم من حبي واحترامي لكل الجماهير وكل المحبين لنادي الزمالك في هذا التوقيت، انا مش عايز ارجع للنقطه دي تاني يا جماعه من فضلكم ومن فضل الجميع. احنا محتاجين ان احنا نقف جنب بلدنا الفتره اللي جايه. من فضل حضراتكم ما تدخلوناش وترجعونا لعهود وعصور قديمه. العهد الجديد والجمهورية الجديدة في مصر العربية، في جمهورية مصر العربية زي ما حضراتكم شايفين، نهضة في كل شيء حتى في الرياضة. بدأت النهاردة مجالس إدارات محترمة، هناك تنافس وسيظل، ولكن بالاحترام وبالأدب والأخلاق. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أعادوا من جديد اتزان العلاقات التاريخية المحترمة ما بين الناديين الكبيرين. بقول لكابتن جمال، كابتن جمال حضرتك اللي حصل النهارده ده هو ناتج عن احترام متبادل وناتج عن مسؤولين كبار لكيانات كبيره، وهذه هي الرياضه الحقيقيه. اللي كان بيحصل ده مش عايزين نفتكره ونفسنا يتشال من تاريخنا ومن تاريخ الرياضه. كفايه تعصب وكفايه تطرف كروي، كفايه شحن وكفايه شد وكفايه جذب. في النهاية الرياضة هي الرياضة، الرياضة هي الأخلاق قبل ما تكون أي شيء آخر. حضراتكم شفتوا في الماضي اللي ما نتمناش إن هو يحصل تاني، ودي آخر مرة هتكلم في هذا الأمر. غابت الأخلاق الحقيقية، ولكن الحمد لله الحمد لله عادت
والنهارده بهذا اليوم التاريخي اللي سيخلد في السجلات بتاريخ بتلك الزياره التاريخيه الكبيره جدا اللي لاقت استحسان كبير من كل الجماهير المحترمه المصريه. انا بس حبيت بسرعه ان انا اتكلم مع كابتن جمال في هذا الامر مع حبي واحترامي الشديد للنجم الكبير كابتن جمال عبد الحميد. طبعا موضوع تاني خلاص بقى، يعني احنا خلصنا هذه الزيارة التاريخية، يعني هو السؤال الوجودي اللي كل الناس مش مذاكرة غيره ومش متابعة وبتتكلم وخلاص، ان كل الناس بتسأل نفس السؤال، هو ليه الاهلي بيتأجل له ماتشات؟ والسؤال الوجودي اللي بيمشي يقولك ايه، هي مجاملة. هو عارف على فكرة المذيع اللي قاعد عارف، يقولك هي مجاملة للنادي الاهلي، بيسأل الضيف اللي قدامه يقول له انتوا بتجاملوا النادي الاهلي؟ كل شويه نسمع الكلمتين دول. ادي لحضراتكم بس استاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه بنفسه طلع واتكلم وقال ان الاهلي بيتأجل له مباريات وفقا للائحه، وفقا للائحه، وفقا للائحه. بقول لك يا سمير يبقى اكتبها ورايا والنبي، او جيبوها لي في حاجه احطها في ظهري كده عشان تبقى وفقا للائحه. يا جماعة والله العظيم تلات اللايحة اللي 18 نادي موافقين عليها هي اللي بتقول هذا الكلام. من فضل حضراتكم محدش، يعني أتمنى محدش يسأل السؤال بهذه السذاجة، هو ليه الأهلي بيتأجل له ماتشات وبقية الأندية ما بتأجلهاش ماتشات؟ يا جماعة الأهلي بيتأجل له ماتشات لأنه بيلعب في أفريقيا ووفقا للايحة، الزمالك بيتأجل له ماتشات لأنه بيلعب في أفريقيا ووفقا للايحة، المودرن فيوتشر وبيراميدز نفس الكلام. يا اما نجيب اللائحه ونحطها ورانا برضو، مش عارف اقول ايه ولا اعمل ايه والله. هذه اللائحه بتطبق على كل الانديه. طيب لو الاربع انديه دول مش هم اللي بيلعبوا في افريقيا واربع انديه تانيين هم اللي بيلعبوا في افريقيا، هتطبق عليهم اللائحه اللي توزعت على كل الانديه اللي هي ايه، مره تانيه وثالثه وعشره، في حال خوض أي فريق لمباراة إفريقية خارج أرضه فإنه لن يلعب أي مباراة في الدوري إلا بعد مرور كام يوم. أنا اللي بقول لا، حضراتكم جمهور الأهلي اللي بيقول لا، اللائحة اللي بتقول أربع أيام. أما إذا كان يخوض مباراة داخل أرضه يعني في القاهرة فإنه لن يلعب أي مباراة في الدوري إلا بعد مرور ثلاث أيام. خلاص اللائحة بتقول كده، اللائحة بتقول كده، اللائحة بتقول كده والله. ليه الأسئلة بقى بتفضل في هذا الاتجاه؟ ليه تحطوا اسم الأهلي في جملة مفيدة عشان الناس تتشاف؟ أو عشان تعمل شو إعلان وتبقى سألت السؤال اللي هو إيه؟ هو لماذا يتم تأجيل مباريات الأهلي؟ ما يا جماعة وفقا للائحة. أنتوا مكسلين تشوفوا ولا تطلعوا على اللائحة؟ يا جماعة من فضل حضراتكم خلي الناس تشوف شغلها. قبل ما تطلعوا وتتكلموا مع الناس على الشاشات يجب ان يكون او تقرا اللائحه. حليتوا كل مشاكل الكره المصريه واتكلمتوا في كل الحلول وما بقاش فاضل غير انكم تعرفوا ان الاهلي ليه متاجل له ماتشات؟ كل مره تانية ومره ثالثه ومره 10، كل الفرق اللي بتشارك في البطولات الافريقيه هتطبق عليها اللائحه اللي انا قلتها لحضراتكم من شويه. مش اللي انا قلتها، اللي اقرتها رابطه الانديه قبل انطلاق الموسم، وقالها بنفسه الاستاذ احمد دياب رئيس الرابطه. وقدام حضراتكم. فيا ريت بعد اذنكم اللي عايز يقول اي حاجه يقولها، طبعا انا ما بحجرش على حد، ولكن في نفس الوقت لماذا تؤجل مباريات الاهلي؟ لماذا تؤجل مباريات الاهلي؟ عشان اللائحه اللي موجوده دي. بره مصر لازم يلعب بعد اليوم الرابع، جوه مصر بعد اليوم الثالث. موضوع بسيط جدا، اتمنى ان الناس تاخد بالها من ان هناك لائحه يجب ان يتم تطبيقها خلال الايام القادمه على كل الفرق اللي بتلعب في افريقيا مش النادي الاهلي بس. خلينا نطلع نشوف تقرير لاهم الاخبار المحليه والعالميه، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن احمد فوزي وكلام مهم جدا جدا فيما حدث اليوم وفيما حدث في الايام السابقه. نطلع نشوف التقرير وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل كابتن احمد فوزي في ضيافه البيت الكبير. حا
حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة على هامش الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك ظهر اليوم. بدوره أكد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على اعتزازه وتقديره الشديد لدعوة الكابتن الخطيب، مؤكدا أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين. ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته الكريمة لزيارة ناديه، وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، مؤكدا أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة. قدم وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير والامتنان لمجلسي إدارة الأهلي والزمالك على هذه المبادرة الوطنية بهدف خلق أجواء رياضية تنافسية شريفة مع وجود كل الاحترام والتقدير للجانبين، مؤكدا أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وحضور كامل لمجلسي الإدارة ينم على عهد جديد للرياضة المصرية ويصب في الصالح العام بما يخدم منتخبنا الوطني في المقام الأول. استأنف المارد الأحمر تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد في إطار التحضيرات لمواجهة فريق ميديام الغاني المقبلة. انتظم بيرسي تاو ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا في المران الجماعي للمارد الأحمر الذي استؤنف صباح اليوم بعد تعافيه من الإصابة وانتهاء البرنامج التدريبي الخاص بهم. واصل فريق ميديام الغني استعداداته لمواجهة المارد الأحمر مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمنتخبنا الوطني للكرة الشاطئية بعد فوزه التاريخي على نظيره الأمريكي رغم توديعه لمنافسات كأس العالم. ونشر الحساب الرسمي للفيفا صورة لمنتخبنا الوطني للكرة الشاطئية معلقا عليها صنع التاريخ، الفوز كان تاريخيا كونه الأول للفراعنة وخلال المشاركة الأولى التاريخية له. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف استضافة القاهرة يوم غد الثلاثاء قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب في 2025. أشاد الموقع الرسمي للدوري الألماني بالأداء المميز لنجمنا المصري عمر مرموش مهاجم فريق أينتراخت فرانكفورت خلال المباراة الأخيرة أمام فرايبورغ ومساهمته في أهداف ناديه الثلاثة. واختار الدوري الألماني عمر مرموش ضمن التشكيل المثالي للجولة 22 بعدما استطاع التألق وقيادة فريقه لتقديم مباراة قوية في الجولة الأخيرة من المسابقة. أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى ريال مدريد على أن ينضم رسميا إلى الميرينجي في مطلع الموسم القادم 2024-2025، وينتهي عقد مبابي مع نادي العاصمة الفرنسي في 30 من يونيو القادم، ويبدو أن حلم نجم الديوك بارتداء قميص الريال بات أقرب إلى الحقيقة. كشفت صحيفة لكيب الفرنسية عن دخول المدرب كريستوف غالتييه مدرب الحيل القطري في دائرة اهتمامات نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لخلافة المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، وأعلن مارسيليا عن إقالة جاتوزو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج. نشرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية تقريرا يفيد بأن إدارة نادي نابولي الإيطالي تعتزم إقالة مدرب الفريق والتر ماتزاري، وسيتولى الإيطالي فرانشيسكو كالتسونا مهام تدريب نابولي خلفا له في حال إقالته، كما سيكون نجم الفريق السابق السلوفاكي ماريك هامشيك ضمن الطاقم التدريبي المساعد. ويحتل نابولي حامل اللقب المركز التاسع برصيد 36 نقطة. دخل الدولي الألماني جوشوا كاميتش لاعب وسط بايرن ميونخ في شجار وتراشق بالألفاظ مع أحد مساعدي توماس توخيل المدير الفني للنادي البافاري خلال مباراة فريقه التي خسرها أمام بوخوم بثلاثة أهداف لهدفين في الدوري الألماني. وبحسب صحيفة بلد الألمانية على خلفية استبداله في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد فوزي. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن، اخبارك ايه؟ حبيبي صحتك، انت اخبارك ايه؟ كله تمام زي الفل. طبعا مدرب منتخبنا الوطني 2008، مدرب حراس مرمى 2008 ان شاء الله. صح، تمام كده. طيب كابتن احمد، اولا طمنا على المنتخبات واخبار المنتخب ايه والدنيا ماشيه ازاي والامور ماشيه ازاي. بص، هو يعني اعتقد كل حاجه كانت اختلفت في فتره من الفترات ساعه قبل تعيين كابتن حسام حسن او ساعه التعيين، لان كان في شك ان كابتن احمد الكاسي بقى متواجد في المنتخب الاول. صحيح. فبعد الاختيار بتاع كابتن حسام كل حاجه ستلد وكل حاجه رجعت لنصابها. كابتن علاء نبيل جاي بمفهوم جديد عايز يطبقه، يعني بيكتر من الاجتماعات، واعتقد ان هو يقعد مع كل جهاز على حده. طبعا بدليل انه طلب السيفيهات تروح له من اول وجديد، وبيحاول يشوف ايه النواقص اللي موجوده. اعتقد بدايه مبشره ليه، وان شاء الله يكون خير لينا جميعا. ولكن بعد الزوبعه اللي حصلت اللي فاتت دي، اعتقد كل حاجه رجعت طبيعيه، وان شاء الله بقى نكمل على خير. يعني عندكم تجمعات قريبه ان شاء الله؟ احنا عندنا ماتش سوريا منتخب سوريا 2008 موجود في مصر ان شاء الله. عندنا ماتشين يوم 27 ويوم 1 مارس او 2 مارس، لسه ما تعدتش الماتش الثاني. هيجي واحنا عندنا معسكر من 25 ل 5، وربنا يسهل الحال ان شاء الله ويكون بدايه مع ربنا يكرمكم ان شاء الله. فوزي، النهارده كان هناك زياره تاريخيه، الحقيقه انا بعتبرها زياره تاريخيه لمجلس اداره نادي الاهلي لنادي الزمالك، واستقبال رائع جدا الحقيقه من مجلس اداره نادي الزمالك لمجلس اداره النادي الاهلي. كيف ترى هذا الامر؟ ارى ان الطبيعي بتاع زمان من ايام واحنا يعني واحنا صغيرين، طبيعي ان احنا بنتنافس ولكن حبايب، حتى واحنا يعني في اي حته احنا حبايب، وياما لعبنا جوه نادي الزمالك وياما واحنا ناشئين، وياما لعيبه نادي الزمالك جت لعبت في التتش، وكانت الامور عاديه وما كانش بيحصل مشاكل ولا خناقات ولا اي حاجه. عادي جدا ان الزمالك يكسبني في التتش ويحفل عليا في الملعب بعد المباراه، عادي جدا من غير اي اساءه، وانا برضو اروح العب في متعوبه واكسب واحفل واخرج. الجمهور كان بيبقى متواجد في ماتشات الناشئين، ويمكن لحد 2004 2005 جمهور كان بيروح ماتشات الناشئين ومتابعها، وكانت الامور عاديه والامور طبيعيه جدا. واعتقد يمكن حاله الاحتقان اللي فاتت كان سببها يعني بعض الاشخاص، والحمد لله الساحه الى حد ما تغيرت. فضيت. واعتقد ان يعني طلب نادي الزمالك او الدعوه من مجلس الاداره الجديد لنادي الزمالك ارسى دعائم الايه الود والمحبه من قبل اي حاجه. وطبعا اكيد موافقه مجلس اداره النادي الاهلي وتلبيه الدعوه بعد فتره من يعني طبعا لظروف وفاه الوزير العام فاروق طبعا. نعم. نعم رئيس النادي طبعا. يعني اعتقد بعد ثلاث اسابيع من وفاته يعني يعتبر وقت كويس ان مجلس اداره النادي الاهلي يروح يلبي الدعوه. واعتقد الاحتفاء بوجود الكابتن محمود وكل المجلس كان واضح، وانت شايف عدد الناس اللي بتصور بتليفوناتها، مش هقول لك اللي بتصور بكاميرات، مش هقول لك الصحفيين، لا ده اعضاء من 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 الجمعيه العموميه لنادي الزمالك متواجدين وبيصوروا هذه اللحظه، لانها توثيق لكل حاجه وتوثيق لكل حاجه جميله بين الاهلي والزمالك، وده الطبيعي، ونتمنى انه يستمر على كده جوه الملعب في منافسه ومنافسه شريفه، وبره الملعب احنا اخوات وحبايب في الاول وفي الاخر. هذه هي العلاقات اللي احنا دايما كنا بننده عليها. بننده عليها، كنا بننده عليها. والله كانت هذه هي الحقيقه دايما، علاقات جيده جدا. ولكن معلش يا جماعه برضو مره تانية لازم نقول هذا الكلام، انه في النهايه مجلس اداره النادي الاهلي واحترام كبير لمجلس اداره نادي الزمالك، ومجلس اداره نادي الزمالك واحترام كبير لمجلس اداره النادي الاهلي، ولكن تظل دائما التنافس داخل الملعب، التنافس في كل الصفقات، التنافس في كل شيء. انا كاهلاوي عايز كل الحاجات الكويسه تيجي عندي، ده هيفضل كده احمد لغايه بص لغايه لما يوم القيامه. قصه ان انت عايز تكسب او تاخد بطوله دي حاجه متعارف عليها وحاجه طبيعيه، انت عايز تاخد بطوله وهو عايز ياخد بطوله، واحنا الاثنين بنتنافس على حاجه واحده، دي حاجه ايجابيه وحاجه كويسه جدا. الايجابي والكويس جدا، الناس لو تتفرج على مثلا ماتشات اهلي وزمالك مثلا ساعه اذان العشاء، بتلاقي لعيبه الاهلي والزمالك بيصلوا مع بعض
والدنيا عاديه جدا ومفيش اي مشكله. تعالى اتفرج على ماتشات اليد والسله في 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 في, في الصالات المغطاه بعد المباراه، الناس بتحب بعض وبتسلم على بعض والدنيا كويسه، ده الطبيعي وده العادي وده اللي كان متعارف عليه. ولكن المنافسه في الملعب مين يكسب مين، من حق افرح لما اكسب ومن حق ازعل لما اخسر، وفي نفس الوقت من حقي ان انا ادور على كل البطولات ان انا استحوذ عليها واحاول ان انا ما تطلعش بره جرابي، وان شاء الله ده اللي احنا مولودين عليه وده احنا متعودين عليه بالظبط كده. بس دي ده طبيعي على فكره، احنا بس مستغربين او في ناس مستغربه لان في اجيال ما شافتش الاحترام والادب والزيارات المتبادله ما بين الناديين الكبيرين. يعني انا لسه من شويه كنت جايب لقطه نعم والاخوه والمحبه يعني انا دايما كان من اعز اصدقائي ما او من اللي بنقعد دايما في اوضه واحده في المنتخبات كلها كانوا زملكاويه، مش هقول اسماء لكن كلهم كانوا زملكاويه يعني من نادي الزمالك يعني اقصد. ما فيش مشكله حتى لو ايه، انت في الاول وفي الاخر انت زي ما قلت لك تنافس في الملعب حاجه وبره الملعب احنا اخوات. بص بالزبط. الابتسامه على وشوش مجلس الاداره هنا ومجلس الاداره هنا، بص الترقب من كل الصحفيين والترقب من الكاميرات وكل يعني انت هي زياره تاريخيه بترسي دعائم الاخوه والمحبه وترجعنا لسابق عهدنا، ونتمنى ان الامور تمشي على كده، واتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك في اسرع وقت يلبي رغبه مجلس اداره النادي الاهلي بالدعوه للتتش ان شاء الله. ماشي يعني نتمنى طبعا ان احنا نشوف ده خلال نعم جزيره يعني قصدي يعني يا رب ان شاء الله خلال الايام القادمه ده نشوفه، وانا متاكد ان احنا هنشوفه في اقرب وقت. ولكن حان الوقت الحقيقي الان اللي هو لنبذ التعصب، بمعنى انه في ناس كانت عايشه على اللي بيحصل ما بين الناديين. اكيد في ناس بتقتات على مثل هذه الحكايات والبوستات وناس بتشير عشان خاطر ده يغلي في ده وده يغلي في ده. دي نصيحة بقى لوجه الله ونصيحة لكل الجماهير ولكل من هو قاعد على كيبورد ومن كل واحد ماسك تليفون وانت بتكتب حاجة او بتشيرها، خلي بالك بقى لان ايه، الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. طالما ابتدينا في المحبه، ابتدينا في الاخوه، ابتدينا نرجع ونرجع عهد زمان، اتمنى ان اي حد بيكتب اي حاجه واي حد من اليوتيوبرز اللي كانوا بيعتمدوا على السخونه ما بين العلاقات في الناديين، اتمنى ان هم يخلوا بالهم، لان يعني مش عايزين بقى نرجع للفتره السابقه. حط اسم بلدك قدامك بس، اسم بلدك ولا انت هتتحاسب في الاول وفي الاخر على كل كلمه طبعا بتقولها. انت لما بتسخن الدنيا من ده لده والدنيا تبتدي تشيط ويحصل سباب ويحصل انت مش كسبان حاجه، انت خسران وخسران كتير جدا. فاتمنى كل واحد يحط في اعتباره طبعا ربنا الاول وبعد كده اهله من المصريين، لان احنا في الاول وفي الاخر انا يعني ممكن يبقى ليا اخوات زملكاويه وليا اولاد عم زملكاويه، واحنا طبعا في الاول وفي الاخر كلنا حاجة واحدة. نتمنى ان الاحتقان اللي متواجد في السوشيال ميديا تحديدا يطلع بره تحديدا. ليه السوشيال ميديا؟ لان انت عندك طول عمر الجماهير، جماهير الاهلي والزمالك متواجدين مع بعض طول عمرها، دول قاعدين في التانية ودول في التالتة يمين ودول قاعدين في التالتة شمال طول عمرنا. بس بيخلص الماتش ما كنتش بتلاقي خناقات وهم ماشيين، دلوقتي بس تلاقي الماتش خلص ده كسب ده تك 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 تك، ده يقعد يحفل وده يجيب وده ماشي حفل يا عم، بس ايه راعي مشاعر اخواتك بس، يا ريت دي تبقى متواجده. دي وجهه نظري، واتمنى ان زي ما بقول لك. بتركز يا احمد على السوشيال ميديا يعني اشمعنى هي المحركه لكل حاجه دلوقتي بالامانه، حتى في الرياضه المصريه عامه هي اللي محركه لكل حاجه. يعني هقول لك مثلا بعيد عن الكوره، شوف اي لعبه لو السوشيال اتكلمت فيها هتلاقي الناس كلها ابتدت تتابعها. كرة اليد في فترة من الفترات مصر كلها كانت بتتفرج على كرة يد، مع انهم ما كانوش عارفين ان مصر في كأس العالم اصلا، بس والله ما بهرج، كسبنا ماتش كسبنا التاني، السوشيال ابتدت تتكلم، ابتدى الناس تتابع الماتشات. لما رحنا طايرة نفس الكلام، السلة بطولة العالم في السلة لما كنا في اليابان، ما حدش كان عارف ان منتخب مصر السلة اصلا في اليابان. بعد ماتش والتاني ابتدى الناس تتكلم، فابتدت المتابعه تحصل. واحده زي سمر حمزه دي اللي هي بتاعت المصارعه، الاثقال المصارعه بتاع المصارعه
ما كانش حد يعرف عنها حاجة، لما خدت بطولة أفريقيا اللي فاتت والنهاردة بتكسب بطولة في السويد الناس كلها بتتكلم عليها. هي دي السوشيال ميديا، هي اللي بتحرك كل حاجة في مصر. بتوع التايكوندو اللي كسبوا الأول والتاني، اللي كسبوا بطولة العالم وكان معاهم واحد إسرائيلي تالت، لما بس نزلت صورتهم على الفيس وعلى السوشيال ميديا ان هم كسبوا ورفعوا علم فلسطين ومش عارف ايه، ابتدت الناس تتابعهم وتشوف ماتشاتهم اللي حصلت. فهي دي السوشيال ميديا، هي المحركة للرياضة المصرية وللجمهور المصري حاليا، لعدم تواجد الجمهور المصري في المدرجات زي زمان. بس خلاص اقرت رابطة الأندية بالتعاون مع كل الأجهزة المسؤولة عن هذا الأمر، 20,000 متفرغ خلال الأيام القادمة ولا حاجة. انت من 5 ل 20 كويس جدا ماشي. يعني انا اقصد ان طبعا ولا حاجه ولا حاجه بالنسبه لزمان. لا طبعا طبعا ما تبص. ايوه ماشي، لكن من 5 ل 20 ثلاث اضعاف كويس جدا. يعني طبعا كويس، بس يعني اتمنى السنه دي تبقى اربع اضعاف، السنه الجايه تبقى طبيعي بقى. افتح وبرده بنفس شروطك، افتح وبنفس يا عم. استاد القاهره بيشيل 67,000، وصلهم ل 40 وبنفس شروطك، عن طريق تذكرتي وعن طريق الفان اي دي وعن طريق هتلاقي الدنيا كويسه وحلوه وجميله. ومحد كده ما فيش حد دلوقتي بيعمل شغب، ودول في حته. النهارده ماتش اسماعيلي والزمالك، الله على الجمهور. حاجه حلوه، الله على الجمهور من ناحيتين. ماتش حلو طبعا فني وكل حاجه، ولكن احلى حاجه في الجمهورين الحقيقه هنا طبعا. انا اول مره من فترات كبيره الاقي المدرج بتاع الاسماعيلي فل. من ايام مثلا 2004، من ايام ما كنتوا بتلعبوا انتوا هناك في الاسماعيلي، ما كانش المدرج بيبقى فول كده لا بصراحه خالص. جمهور الزمالك رايح مثلا فوق ال 5000 واحد، وجمهور الاسماعيلي معدي ال 15. مش هقول لك دول 20، دول استحاله يبقوا اكتر من 20 النهارده، ولكن اتمنى. الشكل العام حلو جدا، بقالنا كتير ما شفناش. طب انا بقول لك الكلام ده مش كان مؤثر على اللعيبه في الملعب بالايجاب؟ جدا، الماتش كان حلو كمان فنيا يعني جدا جدا. وفي في كلام شويه حاجات بس تحكيميه، ولكن في النهايه خلاص. بص، اي حد في الدنيا هيحكم هيغلط، واي حد في الدنيا يعني على الفار هيغلط، مفيش حد مش هيغلط. عايزين نعدي عشان ما نقفش عند مشاكل زمان كان الناس بتتشتم باهلها. احنا بقى عايزين نعدي الفتره دي. هي هيغلط وده هيغلط، هننتقده وهتغلط، هتنتقد اداؤه. انا اسف، بس هتنتقد اداؤه في غلطه عندك الحته الفلانيه، في لجنه حكام تحاسبه واحنا نقول له خلي بالك انت عندك غلطه في الحته الفلانيه بالزبط. بس انما برضو مش هنخرج عن الايه الاطار الرياضي والصحي حقيقي. اللي انت بتقوله ده يا كابتن احمد هو نبراس عندنا في قناه الاهلي، مش من دلوقتي، مش عشان انا يعني لا مش من دلوقتي، ولكن من 2008 منذ أن تم إنشاء هذه القناة وحتى الآن لم يحدث أن تطرقنا لأمور شخصية تخص أي حد، سواء كرة سلة طايرة، حكام غير حكام، مسؤولين في أندية كانوا بيشتمونا وبيشتموا رئيس نادينا وبيعملوا كل حاجة، ولكن في النهاية لم نتطرق لأي أمور شخصية، لأنه ده مش طبعنا ولا عمرنا انتقدنا أدائهم. أوكي، ولكن يعني انا امبارح كنت بتكلم مع كابتن عصام عبد الفتاح، او كنت بتكلم عن كابتن عصام عبد الفتاح، انتقدت اداء كابتن عصام عبد الفتاح في فتره من الفترات، ولكن هل حد يقدر ينكر ان كابتن عصام عبد الفتاح قيمه وقامه كبيره جدا في التحكيم المصري؟ اكيد لا، اخطا في التحكيم المصري، بس ده تحكيم عالمي. برافو عليك. اما يختاروه في الامارات من احسن مطورين الحكام في العالم، يبقى مش هقدر اقول غير كده. ولكن هل ده يمنع ان انا اقول ان الكابتن عصام عبد الفتاح في الفتره الاخيره عندما كان رئيسا للجنه الحكام كان عنده اخطاء واضحه وصريحه وكلنا اتكلمنا فيها؟ لا عادي، لا طبعا، ولكن دي حاجه بالظبط ودي حاجه بالظبط. فاحنا دايما بنعرف نفرق ما بين ده وما بين ليه ده. ليه كلام، بس في نقطه مهمه جدا، هو برضو يعني في فرق. انا عايز بس عايز اقول لك ان ده يعني او دي قاعده ناموس ناموس قاعده بالزبط. او قانون احنا ماشيين بيه داخل قناه النادي الاهلي من 2008 منذ ان تم انشاء هذه القناه وحتى هذه اللحظه، واعتقد لعمر مهما كان اللي موجود هتلاقيه دايما دي، لان ده مش احنا، ده النادي الاهلي. تمام. اكيد يعني من اهم المبادئ ان احنا عمرنا ما بنغلط في حد، ولما حد بيغلط فينا بنشاور من بعيد، ما بنوجهش كلام، ودي ميزه. برافو عليك. ان انت كل ما تتجاهل حد الدنيا بتبقى احسن لك انت نفسيا على الاقل. ادي رقم واحد. رقم اتنين، انا بس عايز اوضح نقطه، مش معنى ان انا بنتقد واحد يبقى انا يعني انا ضده بقى وحش. والله العظيم ابدا، ده انا ممكن انتقادي ليه ده يخليه هو يفكر في الصح عشان يبقى كويس، والعكس صحيح. انا لو بطبل لواحد على كل حاجه يبقى الراجل ده مهما شاف
هو هيشوف نتيجته في الاخر بعد كده هتبقى وحشه حقيقي. انما دلوقتي انا لما بنتقدك انا عايزك تبقى احسن وعايزك تبقى اعلى. هي دي شغلانه الاعلامي. الاعلامي يلقي الضوء ثم ينتقد الاول قبل ان يشيد. كان معايا من الاسبوع اللي فات الاستاذ خالد الاتريبي والاستاذ عصام شلتوت وكابتن محمد حشيش وكابتن ماهر همام يوم الاثنين اللي فات تحديدا زي النهارده. وكنا بنتكلم عن انه من الدروس المستفاده في كاس الامم الافريقيه او من احسن الحاجات اللي حصلت في كاس الامم الافريقيه الحكام المصريين. تمام. بعد ما خلصنا قلنا كلمتين قلنا ايه يا كابتن احمد؟ قلنا هنرجع الدوري. فمثلا كابتن فلان الفلاني هيخطئ مش معنى ان انا عمال اقول ان هو كويس وكويس وكويس امجد فيه لان هو فعلا كان كده في كاس الامم مش معنى ان هو يخطئ هنسيبه او هنعدي الامر ولكن هننتقد اداؤه. يعني كابتن هو كابتن محمد عادل النهارده هو كابتن محمد عادل بتاع كاس الامم الافريقيه تقدر تقول ان في اختلاف لكن احنا هل ده معناه ان احنا بنحبش كابتن محمد عادل؟ لا طبعا. لهاش علاقه. لا طبعا. فالامور دي واضحه وصريحه وستظل دائما هناك فروق كبيره جدا بين ان انت تغلط في شخص او تنتقد شخص وتنتقد اداء شخص. احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن اداء الشخص. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن النادي الاهلي ومبارياته السابقه ومبارياته القادمه ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن احمد مباراه سابقه للنادي الاهلي وتعادل بدون اهداف يعني الاداء لم يرضي جمهور النادي الاهلي ولكن انا قلت ان هي بدايه موسم او يعني 40 او 45 يوم راحه بعيدا عن المباريات وبعيدا عن المباريات الرسميه يعني فده اعتقد ان ده بيرجعك للبدايات تماما اكيد يعني. اكيد بعد اي فتره اعداد انت محتاج 3 4 ماتشات عشان ترجع للفورمه الطبيعيه بتاعتك واعتقد ان بدايتك في مباراه قويه زي بالوزداد بره ماتش صعب جدا مهما كان بتطمئن اكيد انت عارف حاجه زي كده مهما كان بتشتغل تمرين الماتش حاجه والتمرين حاجه تانية لا طبعا. نفسا وتركيزا وكل حاجه حتى لو بتلعب ماتشات وديه الماتش الرسمي ليه رونق خاص ليه اعتبارات تانية خالص هي بس انا عندي يعني الطبيعي ان المستوى العام يكون قليل بس مش دي وجهه نظري برضه اتفضل ما يبقاش قليل قوي كده المستوى العام انا ما شفتش حد تالق غير الثلاثة اللي هو مصطفى شوبير والاثنين السرد باكين دول اللي كانوا كويسين فدول ممكن يبقى ايه لما يبقى 3 من 11 فانت النسبة يعني 30% 25% حاجة كده 27% نسبة قليلة جدا انت الطبيعي يبقى مثلا على الأقل 50-60% من الفرقة واقف على رجليه والباقي لسه هيجي في فورمة الماتشات انما لما تبقى الحالة العامة للفرقة كده يبقى ايه يبقى في لا في حاجة الحاجة دي عند مين الله أعلم لسه بس في حاجه في مشكله طبعا في غيابات كتير عشان برضو نقول الحقيقه في غيابات كتير وغيابات مؤثره جدا جدا ولكن الحاله العامه اللي لعبت النادي الاهلي في المباراه ما كانتش ده الطبيعي ومش ده الاستعداد النفسي حتى والتهيئه النفسيه الطبيعيه لمباراه زي دي احنا يمكن من اكتر الماتشات اللي جه علينا هجمات في افريقيا من سنين حتى في النهائيات ما جاش علينا كميه الفرص دي فاعتقد لا هي حاله عامه لازم اللعيبه تاخد بالها منها نتمنى ان دي تكون فعلا زي ما احنا بنقول احنا بندي مسكنات بندي زي ما يقولوا كده ايه بندي اكسكيوز ان بقى لنا 40 يوم 45 يوم 50 يوم ما لعبناش ماتش بس برضو ما يبقاش كده احنا يعني ايه عايز اقول لك انت ريحت كام يوم 15 اشتغلت ايه 35 يوم فتره الاعداد منهم ماتشات بره في الامارات وعملت يعني فتره اعداد طويله فكان المفروض حتى المردود البدني لبعض اللعيبه يبقى اقوى من كده واحسن من كده دي وجهه نظري فاتمنى ان البدايات دي ما تاثرش علينا بالسلب في اللي جاي اتمنى ان احنا نبني على اللي حصل في بلوزداد لان انت خلي بالك انت رايح ماتش صعب يعني ماتش يانج ما هنتكلم عن الماتش دلوقتي فانت لازم تبقى البدايه الحمد لله ان ربنا يعني ربنا كرمنا بالنقطه خلي بالك بالامانه يعني نتيجه اعتقد مرضيه لينا فيها نوع من انواع الحظ الايجابي اللي هو احنا اشتغلنا عشان ربنا يكرمنا وكنا ممكن نكسب في الشوط الاولاني وكنا ممكن نكسب بكره حسين الشحات وكنا ممكن نكسب بكره كريم فؤاد ولكن
مش ده برضو ايه مش ده مردود النادي الاهلي ومش دي قدرات اللعيبه المتواجده في الملعب. فاتمنى ان احنا نبني على الماتش شباب بالازداد للمباراه القادمه. اه بالظبط بالظبط. بما اننا بنتكلم عن المباريات القادمه خلينا نطلع نشوف هذا التقرير واخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه مديامة اللي هنرجع نتكلم عنها. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. مباراه مديامة يا احمد القادمه مباراه صعبه جدا زي ما انت بتقول. اكيد مباراه قويه ويمكن الفرقه دي في ملعبها اعتقد كسبت يانجا افريكانز على ما اتذكر يعني وتعادلت مع الشباب. فرقه قويه جدا قوتها في ملعبها في وقت في الظهر يعني يعني هم بيلعبوا الساعه 6 احنا ان شاء الله ان شاء الله 6 بس خلي بالك 6 دي هنا يعني هناك 4 برضو الدنيا هتبقى ستيل حر يعني مش اربعه طبعا لسه حر ستيل حر عندهم في درجه الحراره دي فدي هتبقى عامل سلبي جدا للعيبه النادي الاهلي في وقت زي ده. اعتقد الفرقه زي ما قلت لك واضح ان الحاله العامه البدنيه مش واقفه على رجليها فانت لو ما عملتش حسابك الماتش الجاي للحاله دي وخصوصا زي ما بقول لك هنلعب الساعه 4 في درجه حراره عاليه ورطوبه عاليه ودي المشكله اللي كان بيعاني بيها المنتخبات مثلا في ساحل العاج. ما هو غانا برضو في نفس القصه يعني صحيح. فانت لا يعني لازم تخلي بالك من نقطه زي دي هتلاقي مساحات كبيره يعني مش يعني الماتش اللي فات ما كانش فيه مساحات كبيره في الناحيه الهجوميه تمام انما في الماتش بتاع مديامة ده هتلاقي عشان كده لازم تبتدي بالاثنين اللي عندك اللي قدام مع الاسترايكر يبقوا بيجروا كتير يعني اتمنى ان مثلا واحد زي ريدر سليم يبتدي ليه سرعات وهيلاقي مساحات هيعرف يتحرك فيها. كريم فؤاد ممكن يبتدي مش هو اللي يبقى تغيير العكس ماشي. حسين لو فايق ياخد كهربا انا عايز حد سرعات مش عايز مثلا انت لعبت موديست عشان خاطر يبقى عندك تارجت سترايكر تارجت فتعمل له كروسات وما عملتلوش الوحيده اللي اتعملت له حط فيها دماغه وطلع بره العرض الشوط الاولاني صحيح تمام انت لا الماتش اللي جاي انت هتلاقي الفرقه دي بتهجم عليك لان ده يعتبر الامل الاخير ليها هي طالعه بعد كده اخر ماتش ليها عندها بالوزداد في بالوزداد تمام فلو ما كسبتش ماتشنا هتخرج بره الايه البطوله بره فعشان كده انت لازم ايه تاخد حذرك وفي نفس الوقت يبقى عندك ما كسبوا شباب بالوزداد اعتقد في غانا في غانا اعتقد يعني اول ماتش دي قولوا لي يا شباب لو ما كسبوا يانج 2-1 لا كسبوا شباب كسبوا شباب يبقى تعادلوا مع يانج عندهم فانت دلوقتي عندك هم اخر ماتش ليهم عندهم شباب الوزداد هناك ولو الشباب محتاجينه انسى ان مديامة توصل فاهمني فايه فهم يعتبر اخر امل ليهم مباراه اللي جايه بالظبط عشان كده انت لازم تبقى شايف الدنيا كويس لازم العب دفاع كومباكت لازم العب في 40 50 متر واقدر العب الهجمات المرتده زي ما بقول لك اتمنى ان رضا سليم وكهربا وكريم فؤاد او مثلا حسين الشحات هم اللي يبتدوا الثلاثي الامامي لان دول اللي هيقدروا يوصلوني بسرعه ويخلوني اعرف اجيب جون بدري يريحني اتمنى ان اللعيبه تقدر تحافظ على مخزونها البدني عشان درجه الحراره العاليه والرطوبه العاليه انا شايف المباراه مش سهله خالص زيها زي مباراه شباب الوزداد السابقه ولازم النادي الاهلي يعرف هو رايح يعمل ايه واعتقد دي مستر كولر بيعرف يعملها كويس ويقدر يخرج بحاجه ايجابيه ان شاء الله. هيتغلب ازاي على الغيابات اللي عنده؟ ما هو خلي بالك برضو زي ما انت بتقول ان الاداء ومش الاداء وكذا 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 ولكن عندما تنظر الى الجانب الاخر يجب ان تنظر الى هناك 11 انت قلت ان في 11 غياب مؤثر ولكن غيابات مؤثره كثيره جدا ويزداد عليهم دلوقتي كمان مروان عطيه يمكن اعتقد عوده بيرسيتا وعوده وسام عوده كوكا من الممكن جدا ان ولكن برضه هيبقى بقالهم كتير ما لعبوش اكيد يمكن بيرسيتاو بس اللي رجليه في الملعب صحيح انما الباقي كله بقاله كتير ما خصوصا كوكا ما فيش وسام من ساعه ما جه من النرويج باين ما فيش لا بقاله ما يعني بقاله اسبوعين تقريبا عنده يعني لعب الماتشين الوديين اعتقد حتى مش هيلحق يبقى متواجد ولو لعب هياخد له ربع ساعه ثلث ساعه مش هيلعب 90 دقيقه من وجهه نظري فانت الغيابات كتيره بس العمود الفقري في الفرقه هيقدر يتغلب عليها ازاي ماشي يتغلب عليها ازاي الغيابات دي ما هو انا لازم كمدير فني اشوف هستطيع ان انا اجيب مثلا مكان مروان يعني انت عندك مكان مروان ديانج مش موجود ويعني انت عندك اثنين اساسيين في نص الملعب مش مروان وديانج فانت ما فيش حل غير ان انت هتبتدي مثلا بكوكا مثلا برضه هتبقى الدنيا صعبه هتلاعب السوليه امبارح احمد ثابت قال ممكن رامي ربيعه يعني اعتقدها بعيده
ممكن اكرم توفيق بقى الاقرب. اكرم توفيق اكرم اقرب واحد، ومعاه يا اما كوكا يا اما السوليه، بس انا ما اعتقدش انه هيدي السوليه 90 دقيقه في ماتش زي ده في درجه حراره عاليه. فممكن يبتدي برضه ليه حسابات كتير، ليه حسابات. ممكن يحط امام على فكره، ممكن يحط امام ستة او يحط امام جنب مثلا اكرم ويحط قدامهم قفشة، او يحط قدامهم يعني يلعب بدل ما بيلعب 4-3-3 بالعرض، لا يخليهم 4-2-3-1. فهو ليها حسابات تانية، انما انا اعتقد ان اقرب واحد هيكون متواجد امام واكرم ويا اما كوكا يا اما قفشة. دي وجهة نظري يعني، ده الثلاثي بتاع نص الملعب. انت عندك الخط الرباعي الحمد لله اللي ورا ان شاء الله ما فيش تغيير، مستوى اكيد شوبير ما فيش تغيير، يمكن الثلاثي الامامي برضو لو عايز يبتدي زي ما هو ابتدى في الوزاد هيحصل زي ما هو عايز، ما فيش حد، ما فيش غياب عنه. انما انا عندي ميزة ان رضا رجع، ورضا الحمد لله بعد فترة كبيرة ولعيب كويس. ابتدي بيه في الاول في السرعات، هيفرق معايا كويس جدا. ممكن فكر تاني يقول لك لا طب ما انا بعد 50-60 دقيقه ودرجه الحراره العاليه وبتاع انزله يبقى عنده قدرات اعلى ويكسبني في اخر نص ساعه. بس انا رايي لا، انا هم هينزلوا يضغطوا عليا من الاول، وانا هبقى عايز العب الكاونتر اتاك. اوكي، فاتمنى ان واحد زي رضا مثلا، رضا وحسين ومعاهم كرم، اتمنى ان نبتدي بالشكل ده. ممكن لو وسام سليم تبتدي بوسام، بس وسام جراي وخبيته بتاعه ما هينفع برضو، انما لغايه لما يتعب برضو خلي بالك. لسه انت عندك برضو خمس تغييرات، ودي ميزه كويسه جدا دلوقتي. فيعني اتمنى ان ده التشكيل اللي يبقى متواجد، او ده الفكر. ما هو انا ممكن افكر انا في حاجه وانت تفكر في حاجه، كله صح على فكره بالظبط، كل واحد بيفكر من وجهه نظره. فاعتقد لا يعني ان شاء الله ان شاء الله هو هيلعب 4-3-3، مش هتخرج بره 4-3-3 طبعا، ولكن التوظيف هو اللي هيفرق معاه شويه. اتبسطت من شوبير مصطفى شوبير جدا جدا الحمد لله، يعني اعتقد ان كان نجم المباراه الاوحد، تمركزات وتحركات رجلين بعيدا عن الصدات اللي عملها وكده، ولكن تحركاته زي ما انت بتقول وابدا يعني هو مركز مستو. مستو ان هو تحركات رجليه سريعه جدا واكيوريت يعني، ودقيقه جدا جدا جدا، فبيعرف يقف في المكان اللي الكرة هتوصل له بنسبة 90%، عشان كده بيبقى قريب من الكرة. تركيزه عالي، مش فارق معاه، مش فارق معاه الخصم يعني، هو اصلا مش في دماغه غير ان هو يأدي كويس. سيبك بقى من الناس اللي بتتكلم والناس اللي بتقول وعشان وعشان وعشان، لا هو عايز يأدي كويس ومركز كويس جدا في الملعب، عشان كده ربنا بيكرمه. بداية ليه موفقة، واتمنى انه يمشي على نفس النهج، لانه لو مشي على نفس النهج هتبقى الامور يعني صعبة على الشناوي. هيبقى في تنافس جيد طبعا، دي حاجه عاده يعني، دي حاجه حلوه. يا رب هما الاثنين يروحوا المنتخب اللي جاي يا مسهل، يا رب. كان كابتن ثابت وكابتن شوبير وكابتن اكرامي، كابتن اكرامي وكابتن ثابت وكابتن، الثلاثه راحوا مع بعض في وقت واحد. فوزي في الدوري العام شايفه ازاي مع رجوعه بعد توقف طويل؟ الامور هتبقى صعبه شويه على النادي الاهلي، مش صعبه في الدوري بشكل عام، مش لا الدوري، ايوه بالظبط، لو مش الاهلي يبقى لو بشكل عام كل الفرق قريبه من بعض. أوكي. اي حد ممكن يكسب اي حد، بدليل اخر ماتشين الاسماعيلي بيكسب سيراميكا في ملعبه وبيتعادل مع الزمالك. الاسماعيلي ده اللي كان فتره من فترات ال 18 صح. تعالى بص الاتحاد السكندري اخر ماتشين تعادلين، المقاولين اخر ماتشين اتغلب من بيراميدز الاتحاد امبارح، سوري تعادل وخسر، لا تعادل وخسر اخر ماتشين، يعني ماتشين من ساعه ما رجع تعادل وخسر، مع انه كان ماشي تاني في الدوري ما خسرش ولا ماتش، اعتقد كان متعادل 3 وكسبان 5 حاجه كده. فالدنيا عماله تتغير، بيراميدز يعني تعادل مع زد وكسب الاتحاد 1-0 بالعافيه. فانت لا اي حد بيكسب هو بصراحه مش بالعافيه، هو الـ 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 انا اتفرجت على الماتش كان وحش، الاتحاد كان بيراميدز عمل ماتش كويس، ضيعوا كتير ولكن في المجمل العام انا شايف ان يعني كل الفرق قريبه من بعض والله، كل الفرق قريبه. النهارده المقاولين بيتعادل مع فيوتشر 2-2 والماتش رايح جاي، وماتش جميل وممتع. اتفرجت على شويه في الاخر بس يعني مش كله ماتش، لا ماتش ممتع والله. كان جميل والله. زد وبيراميدز من امتع الماتشات اللي تعادلوا فيه ده، من امتع الماتشات لانه خلص تعادل، بس ماتش ممتع، كل فرقه بتروح وبتروح بتضيع يعني، لا يعني الكره كل الفرق دلوقتي بقت قريبه من بعض. مش هقول لك المستويات زي زمان 3 4 فرق فوق، لا كله قريب، لا كله دليل ان انا لما اجي بسال تتوقع مين ينزل يقول لك ما اعرفش، كل الناس تقول لك ما اعرفش، لحد دلوقتي مش هبان. بس انا شايف ان الداخليه حاجز مركز، اوكي
يعني دي الدخليه الاقرب، كله كان بيقول الدخليه الاقرب، لكن الاثنين تانيين لانه كان كله حاطط البلديه والجونه. ولا ولا والله ابدا، ولا البلديه ولا جونه، ولا البلديه والجونه. انا شايف المقاولين لو ما لحقش يقف على رجليه هيكون من الفرق المهدده. صحيح. البنك لو ما كانش خد في اخر ماتشين 4 بونت كان هيبقى برضه عنده مشكله بس هو ابتدى يفوق. بس ظاهره رحيل المدربين دي، هل ده دليل على او هي شماعه فشل ولا تغيير لابد منه من وجهه نظرك؟ ساعات كده بيبقى التغيير للتغيير. الكره لا والله التغيير للتغيير، يعني مثلا بابا فاسيلو في 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 البنك الاهلي لو كان قعد 15 ماتش كمان ما كانش هيكسب، بيروح وبيضيع كتير قوي واي حاجه بتيجي عليه بتخلص. خلاص واقف، خلاص واقف. فانت لازم تغير. اول ما جه كابتن طارق عمل ايه؟ كسب المصري في المصري 3. هل كابتن طارق معاه 3 ايام يعني يومين وراح الماتش التالت مصطفى طارق مصطفى راح اليوم الثالث راح المصري في البرج العرب كسبهم 3. كان امير عبد العزيز مش بابا فاسيلو مشي وبعدين جه امير وبعدين امير جه يعني هو ماتش واحد يعني فاهم. فانت هو ما جاش عمل يعني عمل سحر، هي فرقته هي هي بس بقى التوفيق فرقه كويسه كمان البنك الاهلي تحديدا يعني فرقه كويسه جدا. فانت لا في حاجه لا يعني في حاجات بتبقى انت عايز تغير. فرقه المقاولين العرب كابتن شوقي غريب ما اعتقد انه ما كسبش ماتش. فلازم تغير خلاص بقى انت مش عشان هو المدرب الوحش هي الكوره مش ماشيه معاه. فانت لازم تغير بدليل ان مثلا في مدربين بتبقى مش ماشيه معاهم في انديه بتروح نادي تاني الدنيا بتمشي معاه زي الفل وبيبقى صح. في نفس الموسم صح. فيعني مثلا كابتن هقول لك حاجه، كابتن تامر مصطفى، كابتن تامر مصطفى في سنه من السنين مسك المقاصه الدور الاولاني نزله ومسك الدور الثاني الجونه نزله، السنه دي من سنتين مسك انبي ماشي بيهم رابع والسنه دي اول قبل ما يمشي يعني صح. تمام. فلا هو يعني ساعات كده بنقول احنا عندنا في الكره قرفته مش راكبه على الفرقه. هو ده اللي بيحصل، انما الموضوع مش موضوع تغيير مدربين لتغيير المدربين. بص في حاجات بتبقى محتاجه لازم يتغير. انت متوقع الدوري السنه دي يبقى انت بتقول ان هو صعب الاربع فرق اللي في المقدمه؟ يعني طبيعي اهلي بيراميدز برضو فيوتشر ومعاهم سيراميكا مش الزمالك. لا اكيد الزمالك لو رجع هيخش مكان فيوتشر. يعني الزمالك بعد ما شفته النهارده شايفه ازاي؟ الزمالك انا شايف من وجهه نظري ان لسه في تاليف في الاماكن بتاعه اللعيبه. خلي بالك لسه المدرب برضو مالوش اسبوعين يعني اسبوعين ماشي اوكي بس اكيد برضو عارف كل حاجه. مع مجدي معاهم بقاله اكتر من سنه. احمد مجدي ومجدي مدرب شاطر جدا حقيقي. جدا حقيقي. يعني المدربين كويسين فلا يعني اعتقد انه مقريه كويس جدا. الغريبه انه بيقعد واحد زي الجزيري عشان يبتدي باوباما يلعب سترايكر وبعدين يلعب اوباما 10 وينزل عبد الله السعيد يلعب 8 وينزل الجزيري راس حربه. ففي حاجات كده حصلت انا وبعدين يطلع شيكابالا وينزل ناصر ماهر. المدرب ياخد قد ايه يا احمد لغايه لما يعني تقيم شهرين. مش ده شهرين ثلاثة شهرين ثلاثة او 6 ايام الدوري يكون خلص او 6 لا الدوري مش هيخلص غير في 9:30 على رايك صحيح. الدوري قاعد لحد احنا الدوري قاعد لغايه كده. دايما بستمتع بوجودك معانا يا احمد. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا ودايما الحقيقه بستمتع بوجودك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن احمد فوزي. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاستاذ محمود شوقي والاستاذ عبد الحكيم ابو علم في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاساتذه الاستاذ محمود شوقي. ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا بك يا حبيبي. ازيك حبيبي؟ كله تمام؟ كله تمام. استاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا استاذ حكيم؟ اهلا يا كابتن. شرفنا ومنورنا في هذا اليوم التاريخي وهذه الزيارة التاريخية للكل بيعتبرها زيارة تاريخية. صحيح. انت قدام مشهد مختلف. مشهد طبيعي. انا اسف. لا هو مختلف عن ما كان يحدث. اوكي. لكنه المفروض يكون طبيعي. ومن هنا بتاتي اهمية الزيارة. حضرتك قلتها بالظبط دي. المفروض انه تكون طبيعي. ان الاهلي والزمالك تبادل الزيارات بشكل متكرر. ان كل العلاقة علاقة مختلفة بين اكبر ناديين في الشرق الاوسط. وانا ما زلت اصر ان هم اكبر في الشرق الاوسط. فتره صعبه مرينا بيها في الرياضه المصريه. اعتقد انه المشهد النهارده بيصدر الستار على فتره يعني كان فيها ظلام كثير، كان فيها مساوئ اكتر، كان فيها خروج عن النص بشكل واضح. لكن اللي بيحصل النهارده تصحيح للاوضاع. نعم. تصحيح للمسار بشكل كبير جدا. وده يؤكد لك على قيمه الاهلي والزمالك وكمان قيمه الرموز زي رمز كبير زي كابتن محمود الخطيب واستقباله بهذا الشكل الرائع.
حتى لو الناس او اعضاء في الزمالك او عاملين في الزمالك او موظفين او عاملات كبار في السن او صغار في السن كلهم عاوزين يتصوروا مع كابتن الخطيب او يسلموا عليه او حتى يهتفوا باسمه داخل مقر نادي الزمالك، ده امر مختلف. كمان الحفاوه اللي قوبل بيها مجلس اداره النادي الاهلي هي حفاوه مقدره صحيح، ولازم نثني عليها ونشيد بيها ولازم نبني على ده. الرياضه اتعملت عشان المنافسه الجميله والشريفه والممتعه احيانا، وعلى فكره الزياره دي مش هتوقف التنافس، التنافس سوف يستمر. ده اللي انا بقوله دايما بقى. طبعا في كل الاوقات، لكن الشياكه في التعامل والرقي في الاختلاف حتى لو كان في اختلاف، ودي مبادئ او اساسيات او فلسفه كنا بنفتقدها في السنوات الاخيره بشكل كبير جدا جدا. حان الوقت ان احنا نردم على اللي فات ونفتح صفحه جديده. حان الوقت ان احنا نتخلص من اي شيء يسيء للرياضه المصريه اللي المفروض تستعيد جزء كبير جدا من بارقها. كمان لازم نتوقف قدام كلمات الكابتن محمود الخطيب لما قال لك ان الاهلي والزمالك مش مجرد علاقه عاديه قصيره، لا، هي علاقه تمتد لاكثر من 100 سنه. وده ما بيحصلش في دول كتير بالمناسبه، ان يكون عندهم ناديين الكبار عمرهم اكتر من 100 سنه. ده امر تاريخي مهم. اذا هي زياره تاريخيه، اعتقد ان صفحات التاريخ بعد سنين طويله هتتوقف كثيرا امام هذه الزياره، زي ما توقف التاريخ برضو امام زيارات اخرى سابقه لكابتن صالح سليم مثلا او بعض رموز نادي الزمالك او قياداته داخل مقر النادي الاهلي. بعض الزيارات، ولكن ايضا في الملعب سنه 83 الكابتن محمود الخطيب مسك ايد كابتن حسن شحاته وراحوا لجمهور الناديين الكبيرين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وكانت لفته رائعه من النجمين الكبيرين. ساعتها كان ممثل نادي الزمالك كابتن حسن شحاته في الملعب ككابتن لفريق نادي الزمالك، وعلى الجانب الاخر كان كابتن محمود الخطيب هو ممثل النادي الاهلي ككابتن للنادي الاهلي في ذلك الوقت. الان وبعد 41 سنه نفس المشهد بممثل النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وممثل نادي الزمالك كابتن حسين لبيب. خلينا نتفق يا كابتن اسلام ان كره القدم هي مزاج الشعب المصري بشكل عام، او الرياضه وكره القدم مزاج الشعب المصري، ويمكن حتى لو كان تباينت نسب الشعبيه لكن يبقى الاهلي والزمالك هما الاكثر شعبيه في مصر. يمكن نتكلم في 60 70 80% من الناس اللي بتشجع كره مصر بيشجعوا الاهلي والزمالك. وانت في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي بضيف حتى الكلام صديقي محمود اللي هو اتكلم فيه، لكن نضيف بعد تاني ان انت في ظل الوضع والتحديات اللي فيها البلد دلوقتي على مستوى الاقتصاد، على مستوى اللي بيحصل على حدودك في كل الاماكن، مهم جدا ان الجبهه الداخليه عندك تكون مستقره، تكون الامور فيها بشكل جيد، تمشي بشكل كويس جدا. فاللي بيحصل النهارده ده دي بادره ان يبقى فيه توحد، يبقى فيه استقرار وهدوء، في روح رياضيه وتنافس زي ما انت عايز. وعلى فكره تنافس وتصارع على صفقاته عادي جدا، كل ده مقبول طبيعي وكل ده لو خلي بالك اللي هو التحفيل اللطيف الحلو ده اللي احنا ايام ما كنا احنا بنلعب يعني ما كنا الجمهورين لطاف وحلوين وكل حاجه، ده يضحك على وده يعمل مع ده وخلاص والدنيا تنتهي. لكن كل ده المباراه تنتهي يعني لكن كل ده يكون في اطار الرياضه ولا يتخطى ذلك، ومهم في الفتره دي. ايوه البلد محتاجه على مستوى السياسي، على مستوى الاقتصادي، على مستوى ان انت حتى بجانب نقطه ثانيه مهمه جدا، لن تستقيم الامور في مصر والجماهير ترجع بالساعه الكامله الا لو حاله الهدوء اللي احنا بديناها من النهارده. مش هتستقيم الا انت ما تقوليش تيجي تطلب من الامن ان انا تعمل لي ساعه صحيح وفي احتقام. خلي بالك هو ثلاث مشاهد برضو ورا بعض. مشهد زياده الاعداد من 25,000 ده مشهد اعتقد ان هو كان بسبب لان الاتفاقات بتبقى لان الاتفاقات بتبقى على يعني سكيل اوسع او على شكل اوسع، فمعروف ان الخطوه الاولى زياده ال 20,000، الخطوه الثانيه وجود مجلس اداره النادي الاهلي في نادي الزمالك، وبالتالي انت كجمهور ولادك واولادي واصحابهم واخواتهم واصدقائنا واصدقائكم لما تشوف المنظر ده اعتقد الدنيا هتهدى. طبعا ما هو انت حضرتك ما تجيش فتقدر توصل للي انت بتتكلم فيه بقى. ما تجيش تطلب الامن وتطلب للجهات الامنيه تقول لهم انا عايز ادخل ساعه كامله والوضع كان محتقن بصوره انك وصلت ان لو في اتنين قابلوا بعض ده يقول له انت قلت كذا ده يقول له انت عملت كذا، فكان الوضع صعب جدا. صحيح. لكن المنحنى التاني اللي بقول لك عليه ان حضور الجماهير هيخليك مثلا زي ما احنا بنتكلم من الدوري السعودي، انت تقدر تواجه الدوري السعودي في قوته بالجماهير، ودي الحته اللي كنا دايما مختلفين فيها. كنت بتقول لي الانديه الجماهيريه، كنت بقول لك هنا في الوقت ده لو الجماهير دخلت انت تقدر تواجه قوه اي دوري على المنطقه العربيه بجماهيرك. شفناه النهارده في ماتش الاهلي الزمالك والاسماعيلي بالمناسبه، ممكن مستوى على فكره ما كانش متوسط، كان متوسط، لكن حضور الجماهيري خلى شكل الماتش الماتش شكله حلو. فالجزء زياره النهارده تاريخيه لها ابعاد كتيره جدا على مستوى البعد الدوله الجبهه الداخليه، على مستوى كمان انك حضور الجماهير تبتدي بقى تشتغل كوره وصناعه كره قدم. وخد بال حضرتك يا كابتن اسلام في حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي والزمالك هم اكبر ناديين مضارين
من غياب الدخل من حضور الجماهيري. صح. عدد تذاكر وارقام فلوس بتدخل لك، لو انت انا هقول لك متوسط 30,000 يا كابتن، 30,000 متفرج في كل مباراه. ده بالنسبه للاهلي والزمالك. لو انت حسبت النادي الاهلي والزمالك بيلعبوا على الاقل من 15 ل 18 مباراه على ارضهم، اضرب بتكلم في 450,000. لو عملت التذكره ب 50 جنيه شوف السعر كام. بص المداخيل المفروض بتدخل الاهلي والزمالك والناديين محرومين منها لسنوات. الهدوء ده هيجي مش 20,000، مش هتبقى المرحله الاولى، لا اتفرج الفتره اللي جايه لو الدنيا ماشيه بالشكل ده، وهنتكلم على كره قدم فقط لا غير. وعلى فكره هيبقى في انتقاد تحكيم عادي، كل ده عادي. لا ده طبيعي على فكره. آه. ليس لهذا الامر علاقه. انا النهارده كابتن محمد عادل، بس ده انا سايبه لبكره. يعني كابتن محمد عادل ما عجبنيش النهارده. ليه سايبه بكره؟ ليه يا كابتن؟ ليه سايبه لبكره؟ يعني علشان ما حد يعني بصراحه انا مندهش. غريب جدا كابتن محمد. هنتكلم عن هذا الامر النهارده فجزئين، لكن نكمل بس القصه. فكل حاجه بتاخدك لسكه ان احنا نبقى كوره، مفيش غير كوره بقى، سواء كوره يد سله طايره وتختفي رياضه يعني. وتختفي بقى مصطلحات بقى ايه، اصل فلان الفلان ده كان بيلعب، وفلان الفلان ده بيفوت، وفلان الفلان ده مش عارف مين. عايزين المصطلحات دي كلها بقى ايه، تغيير الثقافه. النهارده كابتن خطيب قالها كلمه حكمه الحقيقه، قال لك تغيير الثقافه يجب ان يكون من خلال او يبدا من القعده اللي معموله، او وجود مجلس اداره النادي الاهلي. من ضمن الحاجات اللي لفتت الانظار الحقيقه تكريم الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي بالوقوف دقيقه حداد وقراءه الفاتحه اولا، ثم وجود الكرسي بجانب كابتن خطيب وعليه بوكي ورد، كرسي الراحل يعني. حضرنا انا وحضرتك وجود الكابتن حسين لبيب في المستشفى حقيقي، لو تفتكر حقيقي، وقت مرض الراحل الوزير العام فاروق، وفي العزاء، وفي العزاء بعد كده. لكن لفته جميله حقيقي، لفته مقدره، وتعبر عن الرقي في التعامل، وفي كمان بعد النظر ان انت مش مجرد بتستقبل مجلس اداره النادي الاهلي فقط، لا انت مركز في هذه التفصيله، ودي حاجه لازم نحييهم عليها. لازم التحيه اللي فكر في اللافته دي من جانب مجلس اداره نادي الزمالك، وطبعا بالتنسيق مع مجلس اداره النادي الاهلي. والمجلس الاهلي كله مفتقد العامل فاروق حقيقي، كلهم. وحسين لبيب، الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، اكد ان هو كان نفسه حتى ان الزياره النهارده تكون في وجود العامل فاروق رحمه الله عليه. طبعا هو رحنا على عالمنا، لكن ترك سيره جميله حقيقي. ومن هنا كابتن اسلام باكد على كلام صديقي عبد الحكيم في ايه، انه الالفاظ اللي كنا بنسمعها والشتائم والتطاول و و و مش هتجني منها الا السيره السيئه. صحيح. لكن العامل فاروق ترك سيره طيبه حقيقي. وهنا بقى الفارق الكبير جدا ما بين من يصنع مجد لنفسه بعد رحيله، ومن يكتب اسمه بحروف من ذهب، بحروف من ذهب، ومن يكتب اسمه بحروف من طين. هنا الفارق وهنا الفارق، فكل واحد عليه انه ينظر لما هو قادم بعد الرحيل. العامل فاروق النهارده كل الحديث كان عليه بمنتهى الجمال، مش النهارده بس الحقيقه، يعني سيظل ذكراه اعتقد طبعا، لكن في جداً لكن يعني في الاحتفال وفي ظل الاحتفال كمان بمجلس الاهلي كان العامل فاروق حاضرا وبقوه، وده بيؤكد لك على قيمه هذا الرجل. تتوقع كيف تسير العلاقات خلال الفتره القادمه؟ هتسير بشكل طبيعي جدا. خد بالك كابتن اسلام، في حاجه بتبقى غايبه عن الجمهور، يعني مثلا المهندس خالد مرتجي. المهندس خالد مرتجي كانت بدايته كره يد. كابتن حسين لبيب، يعني كابتن المهندس خالد مرتجي بدا مدير جهاز منتخب اليد. كابتن حسين كان لاعب يد وكان مسؤول في كره اليد. المهندس هشام نصر كان في كره اليد. لما تيجي تبص على علاقه الاستاذ محمد الجارحي والاستاذ محمد ضماطي كرجال اعمال، هتلاقيهم نفس الموضوع مع هاني بيرزي ومع مجموعه رجاله نادي الزمالك، اصدقاء بره المجال. فالقصه كلها هنا مرتبطه. كابتن احمد سليمان كان مدرب حراس مرمى في الجيل اللي كان موجود مع كابتن حسام غالي، وكنت حضرتك كنت موجود، كان هو المدرب بتاع المتعدين. فطبيعه الحال هتلاقي معظم الاسماء هنا، معظم الاسماء هتلاقي الامور قريبه جدا، بعيدا عن اللي احنا بنشوفه. بس هم بالامانه يعني المجموعه اللي موجوده في الزمالك حاليا والمجموعه اللي موجوده في الاهلي، ما فيش اي حاجه حصلت بينهم. الصراع سيظل موجود على الصفقات برضه عشان طبعا دي ما وكوره عادي جدا. وعلى فكره نهائي الكاس ممكن تلاقي الدنيا شده، بس جوه الملعب فقط، مفيش حاجه براها، وهتلاقي الامور هو ده الطبيعي على فكره. طبعا ده الكوره، هو ده الطبيعي، ده الكوره، ده الرياضه بشكل عام. عموما بما اننا بنتكلم في هذا الامر، خلينا نطلع نشوف ماذا قال او ماذا قالت كابتن نيارة الاحمر عضو مجلس اداره نادي الزمالك، والاستاذ احمد خالد حسنين ايضا عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وماذا قالوا في هذه اللحظات التاريخيه.
من جديد كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. واليوم مش عايز أقول لمشاهدي قناة النادي الأهلي فقط، عايز أقول لكل أفراد الشعب المصري رسالة مهمة جدا من الجميع. الجميع هنا داخل قلعة نادي الزمالك، رسالة مهمة مضمونها علم مصر اللي ما بين علم النادي الأهلي وعلم نادي الزمالك. الجميع النهاردة بيتسابق لتقديم رسالة مضمونة الجميع في حب مصر. معي في هذه الأثناء عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الكابتن نهير الأحمر، واحدة من الإعلاميات اللي دورها مهم جدا سواء مع نادي الزمالك او مع الرياضه المصريه، ايضا الاستاذ احمد خالد عضو مجلس اداره نادي الزمالك. كابتن نيره برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، وبقول عندك مسؤوليه تجاه الاعلام ومسؤوليه تجاه الرياضه المصريه، مسؤوليه تجاه نادي الزمالك ايضا كاحد قلاع الرياضه المصريه. زياره تاريخيه النهارده للنادي الاهلي في وجود او مجلس اداره النادي الزمالك بالكامل، مضمونها الجميع يتسابق في حب مصر. في البداية طبعا بنعزي أنفسنا وبنعزي طبعا كل الجماهير المصرية مش جماهير النادي الأهلي بس، في وفاة طبعا المغفور له الوزير العمري فاروق، طبعا فقدنا واحد من القامات الرياضية الكبيرة على المستوى الإداري، طبعا ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. رسالة مهمة جدا جدا، يمكن كانت من بداية المجلس بصراحة احنا كنا في انتظار مجلس الأهلي، ولكن اللي حصل انه طبعا ظروف مرض الوزير العمري فاروق رحمه الله ف اتأخرت الزيارة، لكن زيارة مهمة واحنا سعداء جدا جدا. هي دي العلاقة الطبيعية وهو التاريخ بيقول كده. عمر ما كانت الدنيا مش حلوة بين الناديين، لسه كنت بحكي لهم دايما يعني ان انا فاكرة ان وانا صغيرة سواء الزمالك خد بطولة افريقيا بنلاقي بوكي ورد تاني يوم الصبح مبعوت من النادي الاهلي والعكس صحيح. فدي العلاقة الطيبة اللي المفروض نبقى دايما شايفينها موجودة. في الآخر الناس دي كلها بتتجمع في منتخب مصر، فالحقيقة أنا سعيدة جدا جدا بالزيارة المحترمة دي، وبتمنى دايما إن شاء الله ترجع العلاقة وتفضل العلاقة زي ما هي، لأن ده الوضع الطبيعي. اللي حصل فيه بعض الفترات كان هو مش الطبيعي، لكن الحمد لله احنا في الوضع الطبيعي دلوقتي. ده دور مهم جدا بيقوم بيه مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي وإحساسه بالمسؤولية. الكابتن نيرة الأحمر إحساسها بالمسؤولية تجاه الرياضة المصرية تجاه الإعلام الرياضي المصري، رسائلك اللي تقولها للجماهير وتقوليها للإعلام وإحنا كأفراد المنظومة الإعلامية في مصر. والله أنا معايا في الملف المحترم ده زميلي أحمد خالد حسنين في التسويق طبعا والسوشيال ميديا، والسوشيال ميديا وما أدراك ما السوشيال ميديا، يعني هي بتخاطب كل الناس دلوقتي. الناس بقت ماسكة الموبايل أكتر ما تتفرج على التلفزيون، فطبعا راجل عنده فكر غير طبيعي. عندنا القناة وعندنا طبعا الهاد على الملف الأستاذ هاني شكري، بنتعلم منه كلنا بالتأكيد، حاجة أكيد محترمة جدا. أنا أهم رسالة حابة أقولها أنه بجد ليلة التعصب الرياضي دي أهم رسالة كلنا كده مع بعض بنحاول نوصلها طول الوقت، أنه بجد ما فيش حاجة مستاهلة أن احنا طول الوقت نبقى متعصبين وهناك بعض المشاحنات وهناك بعض التعصب. الدنيا بسيطة قوي يا جماعة، احنا عايزين نفهم بس أن الرياضة دي بتندرج تحت بند ترفيهي. تخيل كل اللي احنا فيه ده والرياضة بتندرج بجد تحت بند ترفيهي، فالدنيا بسيطة جدا، ويا رب دايما تبقى العلاقة دايما طيبة ما بيننا. يعني بشكرك يا كابتن نهيرة، وعايز اروح للكابتن الاستاذ احمد خالد، واعتقد برضه هستغل وجودك معانا يعني هنأجل شويه الذهاب دلوقتي. استاذ احمد، نبني ازاي على اللي جاي والمسؤوليه اعتقد صعبه، نبني على ده ازاي للفتره اللي جايه؟ نبني عليه ان احنا الاول برحب بيك وبرحب بمجلس اداره النادي الاهلي، وفي زياره زي ما بيتقال كده فعلا هي زياره تاريخيه او رجعنا للتاريخ اللي ما بيننا دايما اللي هو الاحترام والود والادب والمتبادل ما بيننا، لان في الاول والاخر دي رياضه واحنا بنتنافس فيها، كل واحد بيدور على مصلحه ناديه، كل واحد نفسه ان هو يكسب، بس بالاحترام المتبادل ما بيننا. نبني على ده ازاي؟ ان احنا دايما نفضل محافظين على ده، دايما حاطين هدفنا الاساسي ان العلاقات تكون محترمه ما بيننا، وكل واحد يموت نفسه على ناديه في حدود واطار الادب والاحترام، ونخرج بره من الملعب زي ما اتربينا وشفنا من واحنا صغيرين، زي ما نيره كانت بتقول ان احنا خلاص المنافسه دي في اطار الملعب، خرجنا بره الملعب يبقى خلاص الموضوع خلص ورجعنا تاني اصحاب، لان كلنا اصحاب سواء انا صديقي اهلاوي او صديقي زملكاوي، وبنرجع المشاحنات دي والهزار دي بتبقى بشكل هزار، عمرها ما خرجت عن شكل الهزار ده غير في الفتره اللي فاتت دي، ومش مصلحه حد خالص، ولا مصلحتنا ولا مصلحه النادي الاهلي ولا مصلحه الانديه كلها، بل بالعكس بتضرنا ككل. والرياضه سواء اهلي زمالك جميع الانديه موجوده، هي المفروض ان هي بتخدم على منتخبنا وعلى بلدنا، فلو بصينا كده هنلاقي جميع الاطراف مضروره لو احنا ما حافظناش على العلاقه دي وعلى الشكل ده
يبدأوا على الإطار اللي المفروض الرياضة تبقى موجودة عليه. اللي جاي دور علينا كلنا وعلى الإعلام وعلى الأندية وعلى الإدارات وعلى اللعيبة وعلى الأجهزة وعلى كل الناس إنها تفضل محافظة على ده، ونفضل محافظين على الصورة دي، وإن إحنا دايما بنعمل لمصلحة نادينا ولمصلحة منتخبنا في اللي جاي إن شاء الله أحسن بإذن الله. كابتن نيرة، عايز أقف معاكي. تربيتي في بيت هنقول فيه أساطير، كابتن مصطفى الأحمر، أحمد الأحمر، ست الكل طبعا يا ربنا يديها الصحة. أعتقد حسيتي بالمسؤولية وجود الكابتن الخطيب بقيمته بأسطورته، واحد من أساطير الرياضة المصرية، وكلامه النهاردة الكابتن حسين لبيب أيضا وكلامه، أعتقد كلام كرياضية بيشيلك مسؤولية إلى جانب وجودك كعضو مجلس إدارة في نادي الزمالك، مسؤولية تجاه الدولة المصرية. طبعا كابتن الخطيب اكيد اسطوره كبيره، رمز كبير من رموز الرياضه المصريه. كابتن حسين لبيب نفس الحكايه، قامات رياضيه كبيره واداريه كبيره جدا جدا. اتربينا على اننا في حاجه اسمها الرموز، مش هينفع ان احنا طول الوقت نبقى بنغلط في رموزنا او يبقى عندنا مشاكل مع رموزنا. رموزنا رموز مصريه في الاخر. انا بعتز برموزي الزملكاويه، وحضرتك اهلاوي بتعتز برموزك الاهلاويه، وده طبيعي جدا جدا. وكلنا بقى بينا وبين بعض الرموز دي، بينها وبين بعض احترام متبادل. اتربينا على كده، واتربينا انه لازم نحترم الرموز ولازم نحترم الكبار ولازم نحترم زي الاصول كده. هذه الاصول، يعني انا مش بقول حاجه جديده او حاجه لسه بنعرفها جديد، هذه الاصول، هي دي التربيه اللي تربيناها وعرفناها، انه ما فيش حاجه اسمها التعصب الشديد ده. أنا طول الوقت أصحابي وأصحاب إخواتي وأصحاب بابايا كلهم الأهلوية، يعني إحنا أقرب ناس لينا ناس من النادي الأهلي. ما فيش الدنيا دي، عايز أقولك لما بتروح المنتخبات بتلاقي لعيب الأهلي قاعد مع لعيب الزمالك، ما فيش خالص الأفكار دي. عايز أقطعك، الكابتن أحمد الأحمر أثناء تتويج نادي الزمالك ببطولة أفريقيا في صالة النادي الأهلي شكر الجمهور، شكر إدارة النادي الأهلي، وكانت رسالة مهمة جدا، ومسؤوليته تجاه الرياضة المصرية. كلنا شكرنا النادي الأهلي في البطولة الأفريقية لأبطال الكؤوس، لأنه كان حقيقي استقبال محترم جدا جدا، واستقبلونا إحنا الزملكاوية كمان استقبال اكتر من انهم الناس الاهلاويه اللي جوه النادي. كان في استقبال محترم جدا زي ما احنا بنستقبلكم النهارده. لو خدت بالك هتلاقي انه كان الامن حريص جدا جدا انه يدخل مجلس اداره الاهلي الاول وكابتن الخطيب الاول، مجلس الزمالك كله كان مستني بره. اخر واحد دخل مي عاطف، كان حريص جدا على ده، لانه ده بالنسبه لنا اهم حاجه. احنا انتوا في بيتنا، الطبيعي ان انا اهم حاجه عندي ان احنا نبقى بنأمنكم بشكل كويس جدا، وان اهم حاجه سلامتكم. ففعلا مجلس الامن كان مركز جدا انه يدخل مجلس الاهلي الاول، وكابتن حسين اخر حد دخل بمي، كان خايف على مي فدخل بمي، فده الطبيعي وده الشكل الجميل والروح الرياضيه الحلوه ولا التعصب الرياضي بالتاكيد. انا بشكر حضرتك يا استاذ احمد، انا بشكرك، واعتقد الرساله بدايه ان شاء الله مباراه الاهلي والزمالك اللي هتكون في المملكه العربيه السعوديه، اعتقد ننقل صوره مميزه عن الرياضه المصريه في المملكه العربيه السعوديه. طبعا انا بتمنى وبطالب كل الجماهير الزملكاويه قبل الاهلاويه، يا جماعه احنا رايحين نصدر صوره عظيمه للرياضه المصريه في السعوديه، وهي دوله شقيقه، الطبيعي ان احنا نصدر صوره حلوه جدا جدا، ما فيش تعصب رياضي. احنا فرحانين ان الجماهير اللي هم بالنسبه لهم ان البطوله بتقام في السعوديه ده عيد بالنسبه لهم، عيد، فالمغتربين هناك لما يروح يحضر ماتش للنادي المحبب الى قلبه يعني، فده بالنسبه له عيد يعني. فبتمنى ان بس الدنيا تبقى لطيفه وما فيش تعصب رياضي، ونصدر صوره حلوه يعني. كابتن احمد، الرساله الاخيره اللي تقولها لجماهير الاهلي وجماهير الزمالك قبل هذه المواجهه ايه؟ انا مش هزود اكتر من اللي قالته نيره دلوقتي وكنا بنتكلم عليه، ان هو عايزين نكمل نفس الصوره اللي بديناها دي، ونفس الخطوه الكبيره اللي احنا اخذناها، ومنافسه جديده، كل واحد عايز فرقته ان هي تكسب، ده الحقيقي وده اللي مطلوب، بس عايزين نظهر بشكل يليق بينا كدوله مصريه، لان احنا هنكون خارج البلاد، ونتمنى ان هي تكون منافسه شريفه محترمه، ونطلع احنا الاثنين كسبانين منها ان شاء الله. استاذ احمد، ونتمنى التوفيق للرياضه المصريه عموما باذن الله خلال الفتره القادمه. شكر جدا ليك، وتشرفنا بيكوا جدا. شكر جدا. اعزائي مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع الكابتن نيرة الاحمر عضو مجلس اداره نادي الزمالك، والاستاذ احمد خالد عضو مجلس اداره نادي الزمالك. الجميع النهارده بيوجه رساله معنا الاهلي والزمالك في حب مصر، اعتقد رساله مضمونه كتير تكون البدايه من مباراه الاهلي والزمالك اللي هتقام في المملكه العربيه السعوديه خلال الفتره القادمه باذن الله. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. وبالفعل تظل دائما الرياضه اخلاق زي ما حضراتكم شفتوا، وهذه هي الرساله اللي بنوجهها للجميع، لمجلس او مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك. اتفق على هذه الرساله ان الجميع دائما يد واحده امام كل ما يحدث خلال الفترات السابقه، ولكن القادم دائما يكون افضل. وتكون العنوان الرئيسي في هذا الامر هو ان الرياضه دائما ما تكون مسؤوليه واخلاق. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم عن ميدياما وعن محمد عادل، كابتن محمد عادل، وتغير طريقه اداء كابتن محمد عادل من كاس الامم الافريقيه لمباريات الدوري العام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. محمود، كنت عايز اتكلم عن اداء كابتن محمد عادل النهارده وتغير الاداء ما بين كاس الامم الافريقيه ومباريات الدوري العام بشكل عام. طبعا الناس مصدومه على السوشيال ميديا وبالمقارنه اللي حضرتك بتقولها دي، اداء الحكام في كاس الامم وادائهم كابتن سريع. كابتن محمد اعتقد كان كابتن امين عمر اللي في او محمد معروف اللي محمد معروف اللي على الفار اللي على الفار. بالظبط. الناس كانت مصدومه، وبصراحه انا ما كنتش مصدوم خالص. ما كنتش مصدوم خالص لان انا كنت متوقع ده ومتاكد منه يعني بنسبه كبيره جدا، رغم ان انا اشدت باداء الحكام بالمناسبه. كلنا اشد في امم افريقيا، لكن وانا بشيد باداء الحكام كان اشاده مشروطه. الظروف كانت مختلفه تماما، الضغوط مختلفه، حتى الحكام نفسهم لما طلعوا في حوارات تلفزيونيه اكدوا ده، ان الظروف مختلفه والانتقادات مختلفه والهجوم مختلف والاختبارات نفسها الفنيه في الملعب مختلفه. فكل ده يؤكد لك انه الحكام نفسهم مقتنعين ان اللي بره غير اللي جوه. انا لا زلت عند رايي يا كابتن اسلام، التحكيم المصري بيمر بازمه. تالقوا في امم افريقيا، ما تالقوش في امم افريقيا، في مشكله في التحكيم. اول هذه المشاكل الموهبه. الموهبه في مشكله في موهبه الحكم. موهبه الحكم مش فكره انه يعرف يصفر او يعرف يرفع الرايه، موهبه الحكم في شخصيته، في عدم تاثره بالضغوط، في اتخاذ المكان المناسب عشان ياخد القرار المناسب. دي موهبه الحكم. احنا عندنا مشاكل، اذا كان في بعض الامور في امم افريقيا عدت ممكن ما تعديش في الدوري المصري في ظل الاجواء الموجوده. كابتن امين عمر وهو بيعتبروه الحكم الافضل في مصر حاليا، فاهم ماتش في البطوله راح للفار مرتين والفار اللي انقذه مرتين، ورغم كده قلنا ان اداؤه بشكل عام اداء جيد، لكن في الاختبارات القاسيه الفار اللي انقذه. هنا في الدوري المصري النهارده انت عندك اخطاء واضحه جدا، شخصيه الحكم تبدو مهزوزه لحد كبير، واعتقد اللي قادم برضه هيكون في نفس المشاكل. كل ما اخشاه دلوقتي انه الطاقم اللي يدير نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك يكون عنده الهزه دي، ويكون داخل الماتش هو عنده الفكره دي ان اللي بره غير اللي جوه. صحيح، ده للاهلي وللزمالك. طبعا بنتكلم فير دلوقتي، بنتكلم كوره صفاره ورايه، التحكيم عادل. بالظبط كده. انا بالمنظر ده اخشى من الهزه، من الاهتزاز، واخشى من ضعف الشخصيه. هل ده معناه ان في ضعف شخصيه بيسيطر على الحكام في مصر؟ ايوه، واللي هيؤخر كده يا جماعه يبقى بيدفن راسه في الرمل. لانه السنوات الاخيره شهدت اخطاء فنيه واداريه وشخصيه كارثيه بالنسبه للتحكيم. مرورا بالاحتواء، بدايه بتليفونات متسجله، مش شفنا الكلام ده ولا ما شفناهوش. كل ده بيؤكد لك ان في مشاكل في التحكيم. الان انت قدمت صوره طيبه في امم افريقيا بايدك، شكلك كده عاوز تشطب عليها. فده تحذير جاي بدري، اتمنى ان الحكام ياخدوا بالهم. ونقول كلمتنا الشهيره، احب نفسك اكتر ما تحب اي حد، لانه في النهايه محدش هينتقد الا انت. استاذ عبد الحكيم، انا اخشى ان احنا ما نكملش الدوري. انت بتاخد كلامي بتقول ولا بسبب التحكيم ولا بسبب حاجه ثانيه؟ بسبب التحكيم. بسبب كله والله. احنا انا بس يعني مثلا اوكي اخطاء تحكيميه، طب احنا الدوري هيكمل امتى؟ احنا النهارده في الاسبوع ال 13 او الاسبوع ال 12 تقريبا، فاضل كام؟ فاضل لا، الاهلي لعب كام؟ الاهلي لعب 6 ماتشات. طب يعني طب احنا مش عارف الاهلي ده هيلعب امتى. احنا النهارده حاجه غريبه جدا، احنا في نهايه شهر 2. في نهايه شهر 2 يعني 3 4 5 رمضان جاي، بعد رمضان دخلت في العيد. انت كابتن ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم الاهلي هيكمل في دوري الابطال، معناها ان انت لحد نص شهر، لحد 25/5 الاهلي هتسجل له مباريات. ده مش بمزاجنا ولا بمزاج حد، ده غصب عنه. لايحه ان شاء الله، ده لايحه. انا قلت لسمير على فكره ان هو يبقى يجيب الكلمه دي، لان انا السؤال ده بيستفزني. كل الناس بتسال نفس السؤال كل ما اتفرج على برامج رياضيه. انا لست من هواة الناس اللي بتطلع تقول لك انا ما بتفرجش على حاجه، انا بتفرج على كل تقريبا البرامج الرياضيه على قد ما بقدر يعني، بيبقى عندي وقت بتفرج.
فلما بتفرج بلاقيهم بيسالوا نفسه هي ليه ماتشات الاهلي بتتاجل على اساس ان الاهلي ده، مع ان على فكره اجابه السؤال سهله جدا، لائحه وبيتم تطبيقها. نفس الموضوع لما بيراميدز تاجل ماتش الاهلي او هيتاجل ماتش الاهلي وبيراميدز، ده اجراء طبيعي جدا لان الفاصل ما بين مباريات بيراميدز مع مازيمبي ونوازيبه في القاهره الفاصل 6 ايام، والمفروض انت لو تلعب ماتش بره وجوه بقى 7 ايام، وطبيعي جدا الماتش لما هياخدوا القرار ان ياجلوا ماتش الاهلي وبيراميدز بناء على اللائحه، بناء على اللائحه لمصلحه بيراميدز مش لمصلحه الاهلي، عشان بس الناس ما تخلطش الموضوع ده من حق. انا بقول لك اساسا السؤال ما ينفعش يتسال يا جماعه، خلاص الموضوع منتهي، اربع ايام يبقى خلاص هيتاجل، مش اربع ايام يبقى هيتلعب. ومع وجود واحد زي كابتن حسام بيطلب لك اسبوع، وده حقه قبل كل معسكر، لانه عايز يتخلص من الجهاد اللي عليه. هنخلص على شهر 9/2025. لا 9 ده 9 شهر، لا 9/25 مش 24. فانت هتتكلم في شهر 5، في شهر 3 كله مش موجود، شهر 4 لو الاهلي لعب افريقيا نصه، واخد بالك شهر رمضان، شهر 5 عندك انهاء افريقيا ان شاء الله، شهر 6 في ارتباط تصفيات كاس عالم، 7 و8 في او 7 و8 الاولمبيكس، لا اولمبيكس مش اجنده دوليه، الانديه كلها موافقه كتابيا على انها تلعب في فتره دوره الالعاب الاولمبيه بدون لعبتها، كل الانديه موافقه لبدايه السنه كتابيا. طب احنا ممكن نشرح للناس يا كابتن اسلام بشكل دقيق برضو، الاهلي على فكره اللي حضرتك بتقول جمله مهمه، هو الاهلي اللي بيتاجل له ماتشات و... لا ومش انا اللي بقول، انا بس او الناس اللي كانت بتقول كده، الاستاذ الكابتن عامر حسين كان وضحها يعني وقال كتير، ورغم كده برضو الناس ما بتصدقوش. لا لا مع انها لائحه يا محمود، ورغم كده يا كابتن اتفضل، الاهلي هيلعب 27 ماتش بلديه المحله. 27 ايه؟ 2 27 شهر ده بلديه المحله هيتسكن مكان بيراميدز. اوكي 27 فبراير. الناس مش واخده بالها على فكره ان فبراير 29 يوم. فالاهلي هيريح 28 و29 ويلعب مع يانج افريقيا ديم واحد. انت متصور؟ ده مفيش 3 ايام، ده يومين. الناس اللي بتتكلم التالت. الناس بتتكلم على الرفاهيه، اللائحه الداخليه كده مظبوط. بس الناس بتتكلم على الرفاهيه، بس اللائحه الداخليه كده غلط مليون في الميه، بس اللائحه كده، بس اللائحه اللي كل الانديه وافقت عليها كده، دي الرفاهيه اللي بتتكلم عليها، الناس بتتكلم عليها، فالناس بس قبل ما يقولوا رفاهيه يبصوا على الارقام والتواريخ. الدوري بالتوقف بتاع شهر مارس هيتوقف يوم 12، دي بقى معلومات لحضرتك. معلومات جديده يعني، هتعلن بكره او خلال ساعات، الدوري هيتوقف يوم 12. اوكي، بس في ماتش هيتلعب بعد الايقاف. انت متصور الاهلي هيلعب انبي يوم 15 في تعديلات الجدول الجديد. الدوري توقف 12، الاهلي لعب انبي 15. الله عليك. طب ازاي محسن حسن عايز اللعيبه؟ انا بقول لك، هقول لك هيطلعهم ويرجعهم، هشرح لك. هيسافر بيهم؟ لا 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 ثواني بس هقول لك، التوقف الدولي بتاع المنتخب اللي كابتن حسام طلبه من 12، من 12 ده كابتن حسام، من 26/3 اجنده، من 26/3 كل اللعيبه هينضموا الى لعيبه الاهلي، ولو في حد في انبي ينضموا بعد ماتشهم 15. يعني دلوقتي لعيبه المنتخب هتسافر تعمل المعسكر بتاعها في الامارات الا لعيبه الاهلي. بالظبط، انا ما بقولش رايي، بقول معلومات، في فرق بين الراي والمعلومه. دي معلومه اللي حضرتك بتقولها، دي جديده. دي معلومه، تمام. التوقف الثاني بتاع 6 عندنا في بوركينا وغينيا، ال 23/5 هيتوقف الدوري اللي هو كان المفروض اصلا 27/5. حلو، فحسام حسن خد 4 ايام زياده. التجمع بتاعه يخلص يوم 13/6. يا نهار ابيض، ده من 23/5 ل 13/6. يا لهوي 20 يوم. وحضرتك تتكلم الدوري يخلص في شهر 9؟ لا 9/25 يا استاذ عبد الحكيم. ما حددش السنه، هو ما حددش السنه. ففي تعديلات طرأت على جدول الدوري، اتبعتت عشان تتاخد عليها الموافقات الامنيه. رابطه الانديه بصدد انها تعلن عنها ممكن بكره او بعده بكتير، كلها في اطار طبعا الطلبات اللي طلبها الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده الكابتن حسام حسن. بنتمنى له التوفيق طبعا، لكن واحد بنتمنى له التوفيق برضه، لازم نخاف على مصير الدوري. استاذ عبد الحكيم بسرعه جدا، ماتش ميدياما، صعوبه ماتش ميدياما، والناس دي لازم يعني تستوعب الكلام ده، ده مش مبرر لاي حاجه. صعوبه ماتش ميدياما تنطلق من حاجتين مهمين جدا، مش في قوه، مش هكلمك عن قوه المنافس ودوافعه، هكلمك عن النادي الاهلي عنده غيابات شئت ام ابيت، وده قدر النادي الاهلي انه بيتعاقد مع او يتواجد من ضمن صفوفه لاعبين دوليين سواء محترفين او محليين بيتواجدوا مع منتخبات بلادهم، وبتدفع فاتوره ان واحد زي بيرسي تاو استمر مع منتخب بلاده جنوب افريقيا حتى اخر مباراه فجالك وهو مجهد، بتدفع فاتوره ان لاعبتك الدوليين بيجوا لك مثلا كانوا 7-8 منهم لعبوا وتواجدوا مع المنتخب وما خدوش الراحه الكافيه. فدي فاتوره، انت عدد الاصابات دي بتتسبب عندك في ان انت ما استعدتش بشكل كويس زي باقي الانديه لاستئناف المسابقه. فدي جزء من صعوبه مباراه ميدياما. الجزء الثاني من صعوبه المباراه ان كل الفرق المجموعه يا كابتن لديها نفس الدوافع في التاهل لدور الثمانيه، لان فارق النقاط
6 5 5 4 فكل الانديه الاربع فرق عندهم نفس الدافع انهم يتاهلوا دور الثمانيه في اي ماتش لا قدر الله فوز او خساره او تعادل يقلب الترابيزه الناحيه الثانيه لاي نادي ثاني. فميديا ما هيلعبك وهو لسه عنده نفس الفرصه بتاعتك انت اول بس هو عنده نفس فرصتك. لو كسبك هيبقى 7 هيبقى 7 يانج عنده نفس فرصه الاهلي. كسبك هيبقى 8 شباب بولزداد عنده كل الفرق. فدي صعوبه ان كل الفرق عندها هدف مفيش واحد رايح له. انت المباراه القادمه هي مباراه صعبه جدا. بسرعه محمود اسمع رايك برضه. طبعا مباراه صعبه جدا. كمان على فكره فريق الغاني فريق مش سهل. عنده انياب رايحين جايين. صحيح. طبعا عنده انياب عنده بعض اللعيبه الكويسه. الحكم ده يعني حكم الجابوني ده حكم صف ثاني يقل يعني. يعني ده مش بالصف الاول لان الصف الاول هيكونوا في دبي المعسكر كاس العالم. فالصف الثاني اللي هيحكم الماتشات في دبي الامارات. فالصف الثاني اللي هيحكم المباراه فده برضو ومفيش تقنيه فيديو. فكمان صف ثاني ومفيش تقنيه فيديو والماتش في غانا. فطبعا دي مشكله يعني ربنا يستر يعني تكون ظلمنا غلط ان شاء الله نقدر نفوز. كويس ان انت لفتت النظر لهذا الامر الحقيقه لان كل ده كنت هتكلم فيه بكره وانت بقول لك بسطولي الانترو يعني. بس ماشي عموما يعني نتمنى ان يكون التحكيم عادل في مباراة النادي الاهلي القادمه امام ميدياما. بكره هتكلم مع حضراتكم اكتر عن هذا الامر لانه موضوع التحكيم زي ما الاستاذ عبد الحكيم اتكلم فيه النهارده ان هو موضوع صعب جدا جدا جدا. مفيش فار فلازم يبقى في حكم خبره والحكم مش خبره. طب يعني ايه يا جماعه يعني ليه بتعملوا فينا كده او بتعملوا في النادي الاهلي كده؟ انا الحقيقه مش عارف هذا الامر. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا اسلام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ عبد الحكيم على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.